السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان ومستمعي أون سبورت أف أم في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. النهاردة هتكلم على حاجة أبهرتني أسعدتني. امبارح اتشرفنا أن أكون موجود في انتخابات النادي الأهلي. دايما باجي لكم بأخبار كده وأقول مثلا إيه أخبار الجهاز الفني، حد في الجهاز الفني قال لي اتكلمت مع موسيماني أنا جاي النهاردة، بقول لكم رسايل من آلاف من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. أنا كنت هناك وحنقل النهاردة رسالة واحد واحد، رسالة فرد فرد. امبارح انتهت انتخابات النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل نجاح ساحق، والحقيقة نجاح مستحق. اللجنة الأولمبية بعت الجواب دلوقتي، اعتمدت فيه نجاح اللجنة مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب بالكامل ما عدا الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، وقالوا إن هناك خطأ في الإجراءات. يعني قالوا إن كان لازم يبقى فيه الجمعية العمومية أو اجتماع الجمعية العمومية اللي بعد الجمعية العمومية كان لازم يبقى فيه نسبة 25% من عدد الحضور، كان لازم كده. وقالوا إن ده أمامنا الجواب بتاع اللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن، وقالوا إن كان لازم تبقى الجمعية العمومية 25% من نسبة الحضور اللي هم 21,000 21,000 كان لازم يبقوا حاضرين وموافقين، ما حضروش أو ما اكتملتش أو اللي كان موجود 201، فده هيخلي الأمور تستنى أو ما تمش عرض نائب الرئيس على اجتماع الجمعية، فهنكمل لحد الجمعية العمومية القادمة. ده قرار اللجنة الأولمبية المصرية، قرار النادي الأهلي، يبحث النادي الأهلي حاليا قانونية الموقف ونشوف إيه اللي هيحصل. ما يخص الانتخابات عايز أقول الحقيقة تحية كبيرة جدا 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 للجمعية العمومية للنادي الأهلي، قمة التحضر، قمة الاحترام، قمة التحضر، قمة الاحترام، قمة الرقي. أنا شفت حاجات امبارح كنت بسمع عنها، بس أنا الحقيقة دي أول مرة أحضر انتخابات النادي الأهلي. عندي ناس صحابي الحقيقة جدا جدا مترشحين، غزاوي، جرحي، حسام غالي، سراج، كلهم الحقيقة تجمعنا بيهم علاقات قوية جدا، كنت موجود هناك وأنا في حياتي ما شفت حاجة بالتحضر ده. أول حاجة أنا خدت درس امبارح ودروس وقعدت واتناقشت مع الناس، والحمد لله كمان أسعدني جدا إن احنا يكون عندنا قاعدة كبيرة جدا في النادي الأهلي. الناس هناك بتكرر كلامنا والناس هناك طيبة وداخلة بتقول نفس المصطلحات اللي احنا بنقولها، بص في ورقتك وعلى مسافة واحدة من الجميع، وكان استقبال الحقيقة بالنسبة لي يعني أسعدني كثيرا كثيرا كثيرا. ولكن الدرس الأول إن النادي الأهلي مختلف. النادي الأهلي غير. النادي الأهلي هو دايما رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب يتمتع بشعبية ساحقة داخل النادي الأهلي. محدش يقول لي محمود الخطيب نجم كورة، لا لا لا، احنا هنا فاهمين الموضوع غلط. محمود الخطيب أسطورة كروية ونجم في مجال الإدارة. ليه نجم في مجال الإدارة؟ اللي أنا شفته امبارح من حب الناس ده مش حب لعيب كورة، ده حب راجل قعد 4 سنين عمل برنامج وعد بيه، كان قريب من الناس، خدم الناس، فالناس جايه بتشكره. الناس ما تنزلش غير لحاجتين، لو جايين في انتخابات ساخنه جدا او جايين يغيروك، لكن عشان ينزلوا ومفيش انتخابات ساخنه بالاعداد الرهيبه دي عشان يأيدوك ويقولوا لك احنا معاك، لا، محمود الخطيب في حته تانية. عشان الامور تبقى واضحه، محمود الخطيب في حته تانية. اللي انا شفته امبارح من اعضاء القايمه انا في حياتي ما شفته. يعني أنا ما شفت ناس واقفة في انتخابات جنب بعض ماسكة ورق محدش بيقول اسمه، يعني حسام غالي ما بيقولش حسام غالي، محمد الجرحي ما بيقولش محمد الجرحي، محمد الغزاوي ما بيقولش محمد الغزاوي، كل واقف بيقول قائمة الكابتن محمود الخطيب، قائمة الكابتن محمود الخطيب. حتى الناس وأنا واقف، الناس اللي داخلة محدش بيقول لي مثلا أنت جاي لجرحي، أنت جاي لغزاوي، لا، لمحمود الخطيب. محمود الخطيب هناك أسطورة الحقيقة، الناس تثق فيه. كل الاحترام لكل الناس اللي في القائمة اللي ناجحين وكلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، ولكن
اسم الكابتن محمود الخطيب امبارح مع الناس مختلف. النادي الاهلي سيستمه في حته تانية خالص، مفيش خلاف، مفيش خناق، مفيش اي حاجه. حتى المعركه اللي دايره ما بين خالد مرتجي وخالد درندلي، الاثنين واقفين على مسافه 3-4 متر، واصحابهم واحد، ودول بيسلموا على دول، ودول بيسلموا على دول. خلصت الانتخابات، الدرندلي نزل بتويته بيبارك للكابتن محمود الخطيب وبيبارك للناس، وروح معنويه عاليه جدا. عمر ربيع ياسين عمل امبارح مباراه وماتش رائع جدا، استاهل تحيه واستاهل اشاده من الجميع. واقف هو والكابتن ربيع ياسين بينه وبين قائمه الكابتن محمود الخطيب تقريبا نص متر. لو تشوفوا المشهد تقولوا دي الناس واقفه مع بعض، مفيش مشكله. خلصت الانتخابات، الجرح النهارده بيعمل تويته يعني بيحيي زمايله اللي ما وفقوش، والامور ماشيه على ما يرام. في مشاهد قبل ما اوريها لكم، في مشاهد قبل ما اوريها لكم، انا بتاع انتخابات وعشت انتخابات كتير جدا في حياتي. الانتخابات دي يوم الانتخابات محدش بيفكر غير في نفسه. انا شفت مشاهد كتيره امبارح، شفت امبارح كل الناس واقفه بتقول محمود الخطيب، شفت امبارح محمد الجرحي واقف بيشد مي عاطف، شفت امبارح غزاه واقف بيقول مي عاطف، شفت في وقت من الاوقات قالوا على مي، فكل الناس واقفه بتقول مي، ده الهدف بتاعهم، بنت صغيره داخله معاهم ولازم تعدي. شفت حسام غالي ما بيناديش باسمه، شفت كل واحد بيبص على التاني. دي في الانتخابات معادلة تكاد تكون صعبة جدا، مش هتلاقيها غير في النادي الأهلي. هنا هسمح لك لأول مرة في حاجة واحدة بس، النادي الأهلي في انتخاباته الأعضاء بصت في ورقتها وورقة اللي جنبها، بل بالعكس كل عضو مجلس إدارة مرشح بص في ورقة اللي جنبه، بص في ورقة اللي جنبه، ما بصش في ورقته. عشان كده النادي الاهلي الحقيقه غير، واللي انا شفته امبارح مختلف، واللي انا شفته غير. تحيه كبيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه، الف مبروك للاسطوره الكابتن محمود الخطيب على ادائه خلال الاربع سنين اللي فاتوا، مش على نجاحه امبارح، لان ما يحصلش كده غير لو هو عمل اعجاز وانجاز كبير جدا في النادي. الف مبروك لكل اعضاء القائمه، الف مبروك للضماطي حسام غالي، طارق، محمد شوقي، محمد الغزاوي، مهند سراج، كل الناس، مش عايز انسى حد، محمد الجرحي ومي. اعتقد ان امبارح النادي الاهلي بيدي مثال كبير جدا 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 في يعني ايه اعضاء جمعيه عموميه، او يعني ايه جمعيه عموميه حبت رئيسها فعملت له اللي هو عايزه عشان يستريح، عشان يكمل المسيره بنفس النجاح بحب. في الاهلي مفيش حد كسب وحد خسر، الاهلي مختلف، ده بالنسبه لورقتهم. بالنسبه لورقتي انا بقى كان فيها خمس مشاهد لازم تشوفوهم معايا، نشوف. مشهد الحقيقه مشاهد رائعه كتيره جدا، مشاهد رائعه امبارح لحسام غالي. حسام غالي نجم من طراز خاص، تواضع محترم، حاجه الحقيقه يستاهل كل التحيه، اضافه كبيره جدا. محمد الغزاوي خبرات السنين وجاي الحقيقه، وكان حب كبير جدا ليه في الجمعيه العموميه امبارح. طارق قنديل مشهد الحقيقه كبير جدا جدا ليه. محمد سراج، محمد الجرحي، محمد الجرحي امبارح واقف في الحقيقه يعني عنده تارجت يخص القايمه بشكل كبير، كنت ببص له امبارح وانا مستغرب. مي عاطف امبارح انا اول مره اتشرف بيها الحقيقه، بنت في غايه الاحترام، وفي مواقف كتيره وقفت عندها. وقفت عند خالد عبد القادر وهو واقف مستني النتيجه ساعه الفرز معاهم كانه مرشح معاهم، ودي مواقف بنبص عليها غريبه جدا. برضه امبارح وقفت عند موقف كبير جدا عند النجمه الكبيره جدا رانيا علواني. كابتن رانيا علواني امبارح واقفه من اول الانتخابات لاخر الانتخابات بقائمه كابتن محمود الخطيب وصوره مي عاطف، وهي خارج اسوار الانتخابات.
وبكلمها امبارح بترد بتقول لي هو ده توقيتها، هي دي دورها، احنا خدنا فرصتنا والبنت لازم تاخد فرصتها. كلام امبارح عايز اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب، لان انا عشت انتخابات كتيره جدا، ولكن دي مختلفه، الاهلي مختلف، وكمان محمود الخطيب مختلف. هدف شهير رج الملاعب وملأ المدرجات مع كل هدف يحرزه محمود الخطيب أسطورة الأهلي الحية. رغم اعتزال الخطيب منذ سنوات كثيرة، إلا أنه ما زال يحظى بنفس الشعبية والحب والتقدير من جماهير القلعة الحمراء، وكأنه يصول ويقول في الملعب حتى الآن. بيبو حفر اسمه بحروف من نور في قلوب الأهلوية، ففاز بحبهم وثقتهم ودعمهم حتى بعد اعتزاله ودخوله مجال الإدارة. ثقة جماهير الأهلي ومحبتهم لبيبو كانت أهم الأسباب الرئيسية، ليس فقط في اكتساحه الانتخابات على منصب الرئاسة، وإنما نجاح قائمته بالكامل على جميع المقاعد. تأثير الخطيب على الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية ظهر في ثقتهم بقائمته ونجاح جميع أفرادها، ليستكمل بيبو مسيرة إنجازاته ونجاحاته مع قائمته التي ضمت بعض الأسماء الجديدة. بصراحة سلام يا خطيب، بصراحة يعني أنا واحد من الناس الحقيقة مش قريب بشكل كبير من الكابتن محمود الخطيب، ولكن الحقيقة اللي أنا شفته امبارح حب الناس على أدائه في الأربع سنين يستاهل الحقيقة المشهد اللي احنا شفناه. بشكر طبعا زميلنا عمرو بهية على التقرير الرائع ده، وببارك لكل أعضاء مجلس الإدارة، محمد غزاوي، طارق، سراج، جرحي، مي، كل الناس، مش عايز أنسى حد، ولكن طارق أنديل الحقيقة أقف عنده شوية، لأن طارق أنديل عمل سكور عالي جدا، وهو الحقيقة قعد أربع سنين من حياته مسخرهم في النادي الأهلي. طارق كان سفريات كتيرة جدا ورايح جاي، وهو دايما اللي كنا بنقول عليه كده كتير جدا وش السعد، وهو راجل الحقيقة يعني قمة قمة في الاحترام. ممكن تكون مفاجأة الاسكور هو ضماطي وحسام قعدوا مع بعض وتفوق محمد الضماطي يعني بجزء بسيط جدا من الأصوات، وده يدل ان هو عمل مجهود كبير جدا، ولكن أول تجربة لحسام غالي ان هو يجيب عدد الأصوات دي، فيدل على ان حسام غالي أسطورة كروية، وان شاء الله بإذن الله تبقى أسطورة إدارية، لأن حسام غالي شخصية تستاهل كل خير. نتمنى له ان شاء الله، نتمنى لهم كلهم ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق في القادم. نشوف أخبار الأهلي مع بعض. الأهلي بينفي أي مفاوضات مع عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي، وبيقول إن هو مفيش تفاوض معاه. الأهلي كمان النجم الساحلي بيوافق على شروط الأهلي خلاص لرفع الإيقاف، وموسيماني فترة الراحة بيمدها 10 أيام. هنا هقف بقى عند الجمعية العمومية للنادي الأهلي تاني، وهقول لكم شوية أسرار وكواليس كده. موسيماني هو نجم الشباك في النادي الأهلي. يعني امبارح كمية الناس اللي جم كلموني على موسيماني، يا كابتن موسيماني ما تجوش على موسيماني، أنا برد أقول والله العظيم ما حد أيده قدي. يعني أكيد ده بقى موضوع يخص حد غيري، ما حدش، أنا عمري ما اعترضت على موسيماني، أنا على طول شايفه مدير فني كبير، فدي ما كانتش بتاعتي. الحتة اللي وقفت عندها كتير مع الناس في الجمعية العمومية قالوا لي حاجة أنا يعني ما فكرتش فيها او كنت بفكر فيها على احيان. قالوا لي يا كابتن مع احترامي يعني ليكوا، خلونا نتناقش في حاجه. بتنادوا كتير جدا على كهربا، كنتوا بتنادوا كتير جدا على صالح جمعه، كنتوا بتنادوا احيانا كتير جدا على طاهر، هو انتوا عايزين ايه؟ انا بنقل الحديث، يعني اكيد دلوقتي الناس اللي وقفت معايا امبارح اكيد
هم دلوقتي سعداء جدا لان صوتهم معايا على الشاشه بما يرضي الله، يعني ما فيش احراج حتى من اللي قالوه. فقلت لهم عادي يعني النجم لازم نسال عليه. فقالوا لي انتوا عملتوا من صالح جمعه اسطوره كرويه وهو ما بيلعبش، يعني صالح كان قاعد على الخط سنتين وانتوا قاعدين بتنادوا عليه وفي ناس مموته نفسها في الملعب ما جبتوش سيرتها. يعني اتكلم على اللي بيتالق. انت تفتكر يا كابتن ان كهربا مدغدغ الدنيا في التمرين وان اداؤه اكثر من رائع وهيكسب الاهلي 5-0 وموسيماني حطه في دماغه ما بينزلوش؟ فما ردتش. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا لي يعني اللي حضراتكم دايما بتقولوه في الاعلام تسال على كهربا، فين كهربا؟ فين فلان؟ فين هو ده ليه؟ يعني بتبقى عايز توصل لايه؟ في النهايه انا مدير فني، اللي بيكسبني هنزله، ما بيكسبنيش او النهارده مش جاهز معايا، له كل الاحترام كهربا وكل لاعب، ولكن مش جاهز مش هيلعب. اتكلم على اللي بيلعب، اتكلم على اللي تألق. اللي تألق هو النجم، اللي تألق هو السولية، اللي تألق هو ديانج، اللي تألق هو بيرستاو، اللي تألق هو أيمن أشرف، الشناوي، دول الناس اللي في الملعب، لكن أنا ببقى بلعب كلاعب، ده أعضاء الجمعية العمومية بتوع النادي الأهلي اللي بيقولوا لي، أنا بتألق كلاعب، وأجي بعد كده في المؤتمر، أو أجي بعد كده وأنت كإعلام بتتكلم، ما تجيبش سيرتي أنا أكرم توفيق، أو أنا كأي لاعب وتدور على كهربا صعب. فقلت لهم برضو وجهة نظر سليمة ووجهة نظر تحترم، وجهة نظر تحترم. الناس امبارح قالوا لي احنا داعمين جدا وعندنا ثقة كبيرة جدا في موسيماني، وعندهم ثقة ان موسيماني ده هو مشروع ماني وجوزيه الجديد. ده مش انا اللي بقول، ده اعضاء الجمعية العمومية هم اللي بيقولوا، وكلامهم دلوقتي انا كله اعتقد ان انا وصلته، لان هم اللي انا شفته امبارح ده يستاهلوا ان كلامهم دايما يوصل. دي اخبار النادي الاهلي. نروح بقى لاخبار نادي الزمالك. تحيه كبيره جدا لاداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور على اول برقيه مباركه كانت للنادي الاهلي كانت من نادي الزمالك. باركوا للنادي الاهلي، ونادي الزمالك نادي الاهلي رد بوفد رسمي لواجب العزاء في المستشار جلال ابراهيم. واعتقد ان دي بدايه طيبه جدا وعلاقه طيبه جدا جدا ما بين الناديين. فاذا تحيه كبيره جدا للمستشار مرتضى ومجلس اداره الزمالك على برقيه التهنئه للنادي الاهلي. نروح لكارتيرون اللي قدامنا في الشاشه ده عشان اقول لكم قصه كارتيرون. الاداره الحاليه لنادي الزمالك عايزه تجيب مدرب عام يكون من ابناء نادي الزمالك. وده اللي انا متفق عليه ومقتنع بيه، رايي اللي ملوش اي لازمه، يعني رايي ده رايي انا بقوله كده من وجهه نظري، وكان دايما الناس بيقولوا لا كارتيرون هو صاحب القرار. تمام، الاداره الحاليه شايفه كده وانا معاهم 100%. بس عاد كارتيرون لما كان يتجدد مع اللجنه السابقه اتحط فيه شرط ان هو صاحب القرار الاول والاخير. ان هو يجيب مدرب ما يجيبش، يجيب مدرب عام ما يجيبش، هو صاحب القرار الاخير. كارتيرون دلوقتي طلع دبي، وكارتيرون بيقولوا ان في تفاوضات مع انديه بره، يعني في جاي له عروض. الاول كان بيرفض، هل في علاقه؟ الحقيقه عشان ندي كل واحد حقه، امير مرتضى في اول جلسه مع كارتيرون الحقيقه قدم السبت والحد والاثنين، انا جاي اساعدك، انا جاي اساندك، انا جاي، ما تقلقش الدنيا مفيش مشاكل. كارتيرون بقى جواه ايه؟ هيكمل ولا لا؟ هيجيب مدرب عام ولا لا؟ هيحصل توافق بينه وبين الاداره ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الساعات القليله القادمه. حتى اولويات التجديد في نادي الزمالك، امير جاب كارتيرون وقال لي قول لي اولوياتك عشان ابتدي بيها. يعني السته دول اساسيين بالنسبه لك، الخمسه دول، الاربعه دول هم دول اللي هجدد معاهم في الاول. يعني امير فاتح معاه صفحه بيضه، يعني بيبتدي معاه الحقيقه خطوه بخطوه، وحتى الان شايفين اداره نادي الزمالك ماشيه بشكل رائع جدا وكلام محترم. زي ما مستر مرتضى دايما بيقول لي كده، كلام اهو ماشي كلام محترم. كارتيرون دماغه فيها ايه؟ هيرتب دماغه في ايه؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه. انا الحقيقه مع حته التعامل مع الوكلاء، القرار اللي اخذوه اداره نادي الزمالك وهو الحقيقه قرار جيد جدا وقرار رائع جدا، ان هو عدم التعامل مع بعض الوكلاء وان هم هيتعاملوا دايركت في المواضيع، وده شيء الحقيقه جيد جدا لنادي الزمالك. ونادي الزمالك، فرقه نادي الزمالك محتاجه
تتربط الفترة القادمة. خالد قمر نجم نادي الجونة. خالد مساء الخير. مساء الفل. وحشني، عامل ايه؟ كله كويس والله، وانت كمان؟ والله يا رب كله تمام الحمد لله. ايه الجون الجميل اللي قدامنا اللي انت جبته ده؟ لا اقل حاجه كابتن. طمني عليك وشعورك وانت بتلعب في الجونه الموسم ده. لا الحمد لله والله، يعني بلعب في نادي محترم مع اداره محترمه، كابتن حسام الزناتي وكابتن محمد الحصري، مع اخواتي اللي هم الجهاز الفني كابتن رضا وكابتن ابو المجد وكابتن ابو جريشه، الناس دي كلها لعبت معاهم وهم يعني حابين ان خالد يبقى موجود. فالواحد بينزل الملعب والله كابتن بيموت نفسه عشان خاطر الناس دي. فالفتره اللي فاتت الدنيا كانت ملوشه شويه كده، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالثلاثه بونتين. ايه الفرق بين الجونه والاتحاد؟ لا الدنيا هاديه شويه، يعني ممكن في ماتشات بتخسرها ما تبقاش الدنيا بتبقى هاديه هناك شويه، وكمان المعامله النفسيه ليا في الجونه يعني من يوم ما لعبت كوره ما شفتهاش في حياتي دلوقتي زي دلوقتي. في كل حاجه يعني بيخلوني ابقى نازل الملعب كوره بس. طب انا عايز اناقش معاك الجون، ممكن في خلف ظهر المدافع بشكل جيد. بص اقف بقى هنا خلاص، ما تعملش الصوره تاني، اقف على كده يا بهنساوي، رايك؟ والله كابتن يعني كل مدرب بيبقى ليه طريقه لعب. انا كفرود يعني في مدرب بيقول انا عايزك تبقى محطه تقف في وسط السردباكين وتطلع الناس عليك. كابتن رضا مدينا حريه يعني غير طبيعيه ان انا اتحرك في ظهر الاربعه اللي ورا. فماتش النهارده كان فيه مساحات، ف يعني الطبيعي ان انا فرود فهقف اطلع الناس، ابقى محطه اطلع الناس، جات لي كره عرضيه كده. فالحته دي كانت ناقصاني شويه، ان انا اقطع ما بين السردباك من وراهم وكده. يعني راحتك الفنيه اكتر في الجونه ولا في الاتحاد؟ لا في الجونه طبعا. في الجونه طبعا. انا السنه اللي فاتت ما لعبتش يا كابتن، يعني السنه اللي فاتت انت حضرتك عارف انا ما لعبتش. انت كميتك ما مشيتش مع كابتن حسام. ممكن تقول كده، بس الحمد لله يعني انا بحمد ربنا ان ربنا بيعوضني الفتره الجايه، ويبقى اهم حاجه احط فرقه يعني نادي الجونه يبقى في مكانه كويسه، وده اللي هيخليني اروح المنتخب. كم سنه خالد؟ 33. طب انا عايز المداخله الجايه عايزك تكون في المنتخب، مش عايزين نقعد نطول كتير بقى. يا رب يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني تبقى بتحلم بهداف الدوري السنه دي؟ اكيد طبعا والله يا كابتن، اكيد ان شاء الله. اي حد يتمنى. فانا يعني السنه دي انا مركز قوي، اهم حاجه عندي والله ان يعني انا رحت نادي الجونه. نفسي نادي الجونه يبقى في مكانه كويسه، نبقى فوق. فحته الاجوان دي حضرتك يعني انت عارف ان هي بتيجي ساعات، بتبقى بتقف ساعات بتيجي، فهتيجي لوحدها طول ما احنا فوق ان شاء الله. يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. ربنا يوفقك يا خالد، بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك كل التوفيق. خالد قمر نجم نادي الجونه، اتمنى له كل التوفيق. عاطف شادي زميلنا عبر سكايب من قولولي من الكونغو. عاطف مساء الخير، وطمنا على بيراميدز. مساء الخير يا كابتن شيخ، بنصي عليك وعلى كل متابعينك يا كابتن. اخبارك ايه؟ وحشني، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن وحضرتك. الحمد لله الامور هنا ماشيه تمام. عايز اقول لحضرتك ان بيراميدز يعني انتهى من تدريباته النهارده، كانت يعني تدريبات خفيفه كده على ملعب المباراه، ملعب الشهداء وملعب من النجيل الصناعي. الاجواء هي بس هي اللي ممكن تبقى مقلقه شويه، لان في حاله من التقلب في الجو، يعني بالنهار ممكن كان في امطار وصلت لحد السيول. وبعد كده الجو درجه الرطوبه عاليه شويه والحراره زادت، لكن متوقع ان شاء الله بكره مع انطلاقه المباراه من المتوقع وفقا يعني الارصاد هنا ان ممكن يبقى فيه الامطار، ولكن للاسف بيراميدز كانت مجهزه كل امورها، جزم المطر موجوده، كل الامور الخاصه بالتعامل مع الامطار بشكل جيد. الكابتن ايهاب جلال النهارده كابتن كان ليه تعليق على ارضيه الملعب، يعني اتكلم من الارضيه من النجيل الصناعي اللي يعتبر من النجيل الجيد جدا في ممكن اللعب عليه. الكره هتبقى سهله في التعامل معاه، ولكن هو محتاج تعامل خاص. واكد كمان ان اللعيبه جاهزه بشكل كبير، الامور مستقره. كان في بس من ضمن 20 لعيب هو اختارهم كابتن ايهاب جلال، او اضطر ان هو يختارهم خاصه في ان تضيق عدد المجموعه الموجوده، لان انت بتلعب بالقايمه الاوليه في المباريات ضد الادوار دي، بالاضافه كمان ان انت عندك الغيابات اللي مش موجوده اللي هي الاضافات الجديده، وكابتن اسلام عيسى طبعا مصاب، فبالتالي تم استبعاده.
احنا بس من ضمن ال 20 في الكابتن هشام جلال مدافع الفريق كان تعرض لشد في العضله الضمه، بكره هيتم تجربته قبل بدايه المباراه وان شاء الله يبقى جاهز يشارك. هو ده بس اللي ممكن يبقى فيه مشكله، لكن ان شاء الله المجموعه جاهزه. كابتن عبد الله السعيد النهارده كان ليه تعليق برضه على المباراه وقال ان الامور جيده، احنا جاهزين بنتعامل، عندنا الخبرات، احنا هدفنا الفوز في كل البطولات وده الرغبه باذن الله يا كابتن سيف. طبعا ما ننساش كمان يا كابتن معلش دور السفاره المصريه هنا في الكونغو، ما شاء الله دايما على تواصل واستمرار، السفير والكونسل مرافقين للبعثه بكل تحركاتهم، والنهارده كانوا في جلسه ما بينهم والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي اطمئنوا على البعثه، والبعثه كمان وجهت لهم الشكر على الاهتمام وجزيل الاهتمام بالبعثه، وان شاء الله باذن الله البرامج قادره باذن الله ان يحقق المكسب ويحقق نتيجه تامن فوزه وتامن تاهله دور المجموعات. مباراه الاياب باذن الله ان شاء الله يوم 5 ديسمبر المقبل، الفريق الدفاع الجوي الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره باذن الله. ان شاء الله عاطف بتمنى لكم كل التوفيق وبشكرك وترجعوا بالسلامه، وبكره ان شاء الله باذن الله مبارك لكم. حبيبي بشكرك عاطف، بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا الصحفي الكبير عاطف شادي مع نادي بيراميدز، بتمنى له كل التوفيق. طيب نروح، قولوا لي نروح لنيجيريا وزميلنا محمد غندر مع المصري. غندر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير لكل الساده المشاهدين. طمنا بقى على الوضع عندك ومعاك كل كواليس المصري على الشاشه اهو ثانيه بثانيه، طمنا على فرقه المصري والاجواء عندك والترتيب. والله يا كابتن سيف النهارده الفريق توجه من العاصمه ابوجا الى مدينه كويري عبر خطوط الطيران الداخلي، رحله استمرت حوالي ساعه وربع، ثم استقل الفريق باص للتوجه لمدينه اب، برغم هطول الامطار بشكل كبير جدا يا كابتن سيف طوال الطريق، الفريق طبعا صعب جدا، المفروض الطريق ده زي ما كنا قايلين ان هو يتاخد في حوالي ساعه ونص، الطريق يتاخد في حوالي 4 ساعات، لدرجه ان الفريق وصل من الطياره على مدينه اب على طول على الاستاد، ما فيش وقت لان انت ليك اليوم النهارده الاخير انك انت بتتدرب ليك ساعه، وفعلا الفريق وصل رغم وصل متاخر، والفريق ما كانش تناول اي نوع من وجبات الاكل لازم لوجود طيران داخلي، ومع ذلك الكابتن مروان الشعباني نزل مع اللاعبين بلبسهم دربهم حوالي تقريبا 3/4 ساعة، انت عارف ملعب ترتان نجيل صناعي، الملعب يعني الشكل العام هو ملعب انيمبا لان المباراه في مدينه اب وهي معقل فريق انيمبا، استمر حوالي تقريبا ساعه الا ربع تدريب، وبعد كده الفريق ذهب للفندق على طول، جلسات استشفاء للاعبين كلهم، لكن اللي كان يعني خبر كويس في كل ده ان اصبح كريم العراقي اللي كان بعيد عن المشاركه في الفتره السابق هو اسلام عطيه اصبحوا بشكل كبير جاهزين لمباراه اليوم، والمباراه اللي هتقام في الرابعه بتوقيت نيجيريا، الخامسه بتوقيت مصر. عايز اقول لك ايضا يا كابتن سيف ان كان في محاولات بذلت من اجل اذاعه المباراه، ولكن المباراه هنا في نيجيريا اساسا غير مذاعه لان اساسا فريق ريفر يونايتد مش من هذه المدينه، هو يبعد عن المدينه حوالي ساعتين، وكان في قرار من الاتحاد الافريقي بعدم اللعب في ملعبه، فبالتالي هم اختاروا ملعب انيمبا، وعايز اقول لك ان يعني ان جماهير انيمبا اللي قابلتنا لحظه الدخول، لان الملعب عند دخوله في سوق كبير مزدحم بشكل رهيب، كل الجماهير حيه فريق النادي المصري زي ما احنا عرفنا من بعض الناجرين اللي بيتكلموا باللغه العربيه، قالوا ان فريق ريفرز جماهير انيمبا ما بتحبوش، وبالتالي هم ممكن هيكونوا واقفين معاكم في مباراه الغد. ايضا عايز اقول لك ان كان منذ لحظات انتهى الاجتماع التقليدي بين الفريقين. طيب واضح ان الخط قطع، يعني نحاول تاني نجيب زميلنا محمد غندر. كل التوفيق بكره ان شاء الله باذن الله للنادي المصري، كل التوفيق لنادي بيراميدز، هم ممثلين الكره المصريه في البطوله الكونفدراليه، وان شاء الله باذن الله يحققوا انتصار بكره. النادي الاسماعيلي وادارته الحاليه المهندس يحيى الكومي بنوجه لهم كل الشكر وكل التحيه على اللمسه واللفته الاكثر من رائعه. 20 طفل عندهم امراض مزمنه اصروا ان هم يحضروا المباراه، بعتوا لهم اتوبيس و جابوهم لحد استاد اللقاء، وكانوا موجودين في المدرجات لتشجيع النادي الإسماعيلي.
لفتة الحقيقة رائعة جدا جدا جدا، وهما الحقيقة كانوا نجوم الشباك وكانوا أحلى حاجة في المباراة. زميلنا الشريف عادل كان معاهم وعمل تقرير، نسمع هما بيقولوا إيه وبعد كده فاصل، ثم بعد الفاصل ناقدنا الرياضي الكبير قوي اللي بستمتع دايما أنه هو يكون موجود معايا واستمتع دايما أن أنا أسمعه، الأستاذ حسن المستكاوي وتعليقه على حاجات كتير قوي بعد الفاصل. احمد منور اسماعيليه، يعني اجواء جميله جدا بنتابعها، يعني مشاهد في الكوره، لا مشاهد مهمه جدا، وده مشهد معبر ومشهد مهم قد ايه حاله الفرحه والسعاده اللي موجوده على اطفالنا الجمال اللي ربنا يشفيهم ويعفى عنهم. كلمني يا استاذ احمد على مجموعه الاطفال الجميله دي اللي بتحب النادي الاسماعيلي وربنا يا رب يعفى عنهم يا رب. فعلا اولا يعني اهلا وسهلا بقناه اون سبورت، منورينا دايما ودايما بنتابعكم على كل لقاءات الدوري الممتاز. الحاجة التانية احنا عملنا يعني طلب لمجلس إدارة نادي الإسماعيلي ونقلنا رغبة الأطفال انهم نفسهم يحضروا يعني لقاء للنادي الإسماعيلي من قلب الاستاد، هم طول عمرهم بيتابعوا لان احنا من قرية بعيدة جدا في اقصى يعني الجيزة بعد مركز الصف يعني شمال بني سويف، صعب جدا انهم يحضروا، فسبحان الله بمجرد ما يعني ابدينا رغبه الاطفال يعني استجابه من مجلس الاداره بالكامل، وكلهم كلموني اكثر من 5 مرات ورحبوا ترحيب شديد جدا على راسهم المهندس خالد زين والمدير التنفيذي والمهندس يحيى الكومي طبعا، وكلهم جم استقبلوننا احسن استقبال واكرموا الاطفال يعني احسن كرم وادوهم تيشرتات النادي وعملوا لهم يعني اماكن يعني مخصصه. بص هم يعني أطفال أمراض مزمنة، بعض الكانسر وبعض الفشل الكلوي أو غيره أمراض مزمنة. يعني عايز تقول إيه بقى لعيبة النادي الإسماعيلي؟ نفسك يبقوا يكسبوا على طول باستمرار؟ تقول لهم إيه كلمة حلوة منك؟ ربنا يوفقهم إن شاء الله. لا مش البكاية، أول مرة. حاسس بإيه بقى وأنت موجود في المدرجات كده ولابس تيشيرت النادي الإسماعيلي كمان، النادي اللي أنت بتحبه؟ فرحان. اسمك إيه؟ آدم. عايز تقول ايه يا ادم النهارده؟ مبسوط من اليوم وتقول ايه لاصحابك بقى ومبسوطين اليوم كان حلو النهارده؟ ايه انا بحب الاسماعيلي وعاوز يكسب النهارده. الاسماعيلي وبتشجعه من زمان. تيشيرت الاسماعيلي بقى وانت لابسه النهارده بقى بسطك ومبسوط ان انت لابس تيشيرت النادي الاسماعيلي؟ ايوه احسن يوم في حياتي. احسن يوم. جميل وكل ايامك ان شاء الله تبقى حلوه. الاسماعيلي تكسب 3 اجوان. 3. جميل قوي. الاسماعيلي بتتفرج ومبسوط بقى ان انت موجود النهارده في اسماعيليه وفي الاسماعيلي. مبسوط. قول لي بقى ما تورينا التيشيرت الجميل اللي انت لابسه كده وعليه شعار الاسماعيلي. بص للكاميرا كده ده شعار. بحب الاسماعيلي. بحب الاسماعيلي. ايه اكتر حاجه بسطتك النهارده في اليوم قوي ان انت في المدرجات وكده وسامع اغاني وبتغنوا وكده؟ اني بتفرج على الاسماعيلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وضيفي ونجم النهارده ناقد رياضي الكبير اللي بتشرف دايما بوجوده معايا وبستمتع دايما بارائه الاستاذ حسن المستكاوي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا سيف. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. وحشني جدا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. هي هاديه ولا مش هاديه؟ في ايه دي؟ الدنيا يعني هاديه شويه. هاديه في الملعب؟ لا يعني لكن
والدوري حلو ولا مش حلو؟ حلو طبعا قوي طبعا. يعني في ماتشات كويسه طبعا جدا يعني. يعني حضرتك مستوى طبعا انا مش بتكلم بال يعني كويسه جدا بالمستوى بتاعنا يعني. انت عارف انا دقيق في الحاجات دي عشان ما حدش يقول لي يعني طب امبالي اللي شفناه النهارده ايه مثلا يعني. يعني في فرق شويه يعني. هل في مفاجآت ولا تظل الامور ثابته؟ لا ايه يعني مفاجآت يعني مفاجآت الاهلي يعني مع الزمالك افندم. هل المفاجآت انك تهزم الاهلي والزمالك يعني ولا المفاجآت ان مثلا فاركو يكسب طلاع الجيش او ان بي يعني لا المفاجآت انك فيوتشر يكسب المفاجآت انك تكسب الاهلي والزمالك المفاجآت ان فرق جديده تخش مربع الذهبي المفاجآت ان يبقى في منافسه على الدوري غير الاهلي والزمالك الاجابه لا لا اذا كان باللي انت بتقوله ده يعني فرق تانية غير الاهلي والزمالك يخشوا ينافسوا الاهلي والزمالك على البطوله حتى الان لا فرق تخش مربع الذهبي وتبقى قريبه من الاهلي والزمالك حتى الان لا مفيش الا بيراميدز اللي ممكن يبقى قريب بعدد النجوم اللي فيه يعني. لكن غير كده يعني فيوتشر ممكن يدخل الكره بتاعته كويسه عنده نجوم يعني لكن المنافسه بمعنى المنافسه لا احنا نسيين الاهلي والزمالك 100 سنه و100 سنه بطولات وجمهور بيمثل للعيب ضغط كبير جدا. واحد بيسمعنا استاذ حسن يقول لي هو الجمهور هينزل يلعب. الجمهور مش انا اللي بقول ده واحد بيسمعنا. يعني الجمهور طبعا لا ما بيلعبش بس الجمهور ده شعبيه. شعبيه زي اي انديه كبيره في العالم يعني. الامكانيات ما تعوضش الحافز؟ الفلوس يعني؟ لا. ما تعوضش؟ لا مش شرط لا. بعدين العمليه برضو معقده يعني انت لازم الاداره نفسها ازاي بتدير طب انت معاك فلوس طب بتدير الكره دي ازاي يعني مثلا يعني انا بستغرب جدا ان بيراميدز بالنجوم دول وبالامكانيات دي والكره اللي بيقدمها يعني لغايه ماتش ولا حاجه ما مش 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 هي الكره اللي يقدمها هذا العدد من النجوم. رايك حضرتك ايه في صناعه كره القدم في مصر؟ في مصر ولا في العالم؟ في مصر. طب بلاش السؤال ده نقول سؤال لا عايزه تتطور طبعا في مصر يعني عايزه تتطور. فاكر حضرتك لما اختلفت يعني الاداره فاكر لما اختلفت مع حضرتك في الحته دي وطبعا مختلف مع حضرتك يبقى قرار يعني كلام حضرتك هو اكيد اللي صح. لا مش شرط. اما حضرتك اتفقنا على الناس اللي موجوده قلت حضرتك اللي جاي كله جديد فحضرتك قلت لي اتمنى طبعا وانا قلت لحضرتك على مسؤوليتي وانا قلت لك انا بتمنى كده من 20 سنه. طب احنا خلصنا نص الموضوع كلامي مسجل يعني تمام انا جاي من حضرتك احنا خلصنا نص الموضوع كان في الرابطه والرابطه جزء من اداره الكره المصريه وكلها مجموعه شباب وكلهم ناس جديده صح كده ننتظر مجلس اداره اتحاد الكوره صح كده طب بكره في جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل 5 أو 6 أو 7 أو 8 بنود من اللائحه البنود اللي هتتعدل بكره دي كويس الباب هيتفتح يوم 5/12 5/12 كل الاسامي المرشحه على انتخابات اتحاد الكوره كلها جديده هايل هايل احنا محتاجين صناعه مش الملعب بس مش ال يعني مش ال مش الدوري بس مش المنتخبات بس صناعه كل حاجه الكره تعريف الكره المصريه الكره المصريه هي المسابقات المحلية، الأندية، الرخصة، الشركات، الجمهور، الملاعب، التسويق عمالين نقول الأندية الجماهيرية بتندثر، طب ما تشتغل عارف يا أستاذ حسن إيه الفرق؟ سوق. إيه الفرق ما بين ليه النادي ليه الناس بتنادي كتير على وجوه جديدة؟ ليه؟ في كل حتة مش لا أنا بتكلم في الكورة ليه؟ ليه؟ يعني ليه في اتحاد الكورة بينادي على وجوه جديدة؟ كل احترام لكل الناس بس هو السؤال ليه؟ عايز اجابتي؟ ايوه طبعا انا عارف الاجابه بس برضه لا انا هقول لك انا ليا تجارب مع اتحاد الكوره يعني من سنين طويله مش عايز اخد الناس بس اقول كام سنه يعني 5 6 سنين لا 5 6 سنين 10 يا استاذ حسن ربنا يديك 10 ايه يا راجل انت 15 مش عايزين نكبر الدنيا لا بقى لا 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 خلينا بس صراحه طيب بص 20 لما كان حضرتك عندك 20 هدي لك مثال ما انا عندي 22 سنه انا بشتغل وانا عندي 22 سنه ربنا يديك الصحه يعني امبارح يعني ربنا يديك الصحه بص هو يعني عمري ما شفت اتحاد كورة عمري يعني مش عايز اتكلم بقى من كام سنة
ولا الناس اللي بتتفرج علينا شافت اتحاد عنده استراتيجيه لاعداد المنتخب. انا يعني بتكلم على جزئيه واحده بس. اعداد المنتخب مفيش. يعني اعداد المنتخب يعني ايه؟ بغض النظر بقى تصفيات كاس العالم، كاس امم افريقيا، عندنا ماتش مش عارف ايه، لازم نلعب ماتش عشان اكتشفنا فجاه ان في مباراه مع انجولا كمان شهر. الناس بتشتغل على يعني احنا قعدنا فتره بنصيف عشان الدوري، يعني قاعدين على البلاج في الساحل والعالم اللي حوالينا كله بيلعب ماتشات وديه وبيلعب ماتشات بجد يعني، واحنا صح عشان حجه الدوري يعني. مش مهم حجه الدوري. ف دول متفقين من سنتين على الماتشات دي. احنا عمري انا بتكلم على حاجه واحده بس. حاجه واحده بس. انا ممكن اكلمك في ألف حاجه. انا عدى ندا عشان نجيب كوره موحده للدوري. وبالمناسبه يعني انا مش هقول اسم الشركه بس يا ريت يغيروها، يغيروا الالوان بتاعتها زي البريمير ليج عشان الناس اللي بتتفرج بالتلفزيون تقدر تشوف الكوره كويس. انا هقول لحضرتك البهاريز بقى من وجهه نظري. ايوه من وجهه نظري ان الكره المصريه عانت من الاسطوات. يعني ايه؟ كل اللي مسكوا اتحاد الكوره كلهم قامات كبيره جدا، ناس تاريخ كبير واسامي كبيره ما نقدرش نتكلم عليها، ولكن كلهم بيمثلوا مدارس خاصه. يعني كل واحد بيمثل مدرسته. وكلهم تقريبا بنسبه 99% خريجين مدرسه واحده. يعني كلهم جيل واحد وخريجين مدرسه واحده. بيجي ايه هي المدرسه؟ الفرير مثلا؟ لا انا هقول لحضرتك المدرسه. المدرسه اللي هي مدرستي انا. وينظر على اللي قبله، يعني لما تيجي مثلا تفكر تيجي اي قامه كبيره مسك اتحاد الكره دي تقول له احنا عايزين مثلا نعمل، يقول لك طول عمرنا بنعمل كذا، وهم كنا ايام مثلا فلان الفلاني او المرحوم فلان كنا بنعمل كذا والدنيا وعملنا اسطوات الشغلانه. ايه الفرق بين الوجوه الجديده؟ ان الوجوه الجديده مش اسطوات الشغلانه بس بيشتغلوا بشكل علمي سهل. مش محتاج اطبق مدرستي لان ما عنديش مدرسه، انا هطبق مدرسه العالم كله. المدرسه الطبيعيه. المدرسه الطبيعيه دي هي اللي بتوصلك للسهل. هو ده المشكلة. مش هتقدر حضرتك تجيب حد عنده مدرسته الخاصة وتقنعه بتغييرها، وكلهم قامات كبيرة. ولكن من السهل. وأنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن أنا شفت تجارب ناس دخلت جديدة كلها في أوقات، يعني في لجان ناس دخلت جديدة في أوقات، ولاد صغيرة، ولاد كانت خبرات مش موجودة، بس درجة ثقافتهم وتعليمهم أما دخلوا إيه بقى هنعمل إيه هنا؟ الكتاب بيقول إيه؟ بيقول كذا، خلاص نعمل كذا. الله، يعني مش صاحب مدرسه، لا 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 مش ولا صاحب مدرسه ولا حاجه، العالم كله المانيوال بيقول ايه؟ بيقول كذا، هنعمل كذا كذا، سهله مش محتاجه. عشان كده الناس ليه بتداري بتنادي على الجديد في الحته دي؟ عشان كده عايزه حد ما عندوش مدرسه، مش استاذ. عارف حضرتك فرقه كره قدم بيقول لك ايه؟ يعني الفرقه مش محتاجه كل الاسطوات دي. هو بالظبط كده، الشغلانه محتاجه شكل علمي، محتاجه تنظيم سهل، يعني محتاجه مانيوال، 1+1=2. هطلع اعلن ان انا في الخمس سنين زي ما اتحرك بتقول كده، خمس سنين انا هقفل على نفسي، محتاجه اعمل اعداد 1 2 3 4 5 6. انا ناس عارفه ان انا مش جريندايزر، مش مستنيه ان انا هوصل كاس عالم بعد بكره. اللي كان بيجي اي حد بيجي اسطه كبير، فجاي عايز اوصل كاس عالم، اخد كاس امم على طول يعني، واقول ان انا افضل من اللي قبلي. هي دي المشكله. أيوة ان طبعا. هي مدارس ومش واحدة لازم تتغير. برضو الاتحادات كلها مش عارفة ايه هي الكورة في مصر. يعني ما خدنا كاس الامم 3 مرات، كابتن سمير الله يرحمه يعني قال لي ها ايه رأيك بقى الكورة في مصر بخير؟ قلت له لا، المنتخب هو اللي بخير. يعني الكورة في مصر لسه الصناعة، الكورة هي المسابقات المحلية والتأجيلات طبعا، وتعديل تأجيل التأجيلات وتعديل التعديلات، الحاجات احنا عايشين فيها بقى لنا سنين يعني. بص يعني في بدلة أمل في الرابطة، ناس بتفكر، ناس بتاخد قرار. عجبني القرار بتاع جمهور الأهلي ال 400 ولا 300 398 يعني بغض النظر هو جمهور الأهلي ولا أي جمهور، المهم يبقى في شكل من أشكال الحساب.
ويبقى في شجاعه في القرار. يعني انت شفت حضرتك مردوده كمان؟ انا عجبني رياكشن جمهور الاهلي في ماتش سموح اثناء العلم. طبعا طبعا الناس رفع العلم وقفه ملتزمه. طبعا طبعا كان جميل جدا. واذا كان في ناس لفت نظرها عند العلم في حاجه ناقصه ولا مش عارف ايه ده، لكن الجوهر بتاع المعنى اللي عمله جمهور الاهلي في مباراه سموحه رائع جدا، انه عايز يقول لا احنا يعني ناس بنحترم النشيد وبنحترم العلم، وده مهم. يعني بص، يعني انا برضو ما عجبنيش النقد اللي توجه للجمهور. يعني يعني الناس لازم عايزين نشجع كل خطوه ايجابيه، خطوه رائعه يا استاذ. طبعا طبعا احنا يعني شكرناهم في الاستوديو ده رد يعني على طول يعني. طبعا لا، ومسج هو مسج اكبر من كده، بيقول لحضرتك ايه، هو بيدي مسج للرابطه بيقول له ان اللي يغلط عاقبه بس ما تعاقبش الجمهور. يعني لو في 100 غلطوا 200 غلطوا عاقبه، سواء من جمهور الاهلي الزمالك من اي جمهور، أي جمهور بس ما تعاقبش بقيه الجمهور، اديني مساحه للملتزم ان هو يبقى موجود. طبعا ده شيء طبعا رائع. طبعا يعني بص، الرابطه بتشتغل والرابطه عايزه تنطلق وتفكر، عايزه تدخل العلم والتكنولوجيا والدنيا اللي احنا صح اللي احنا يعني لازم نكون متصلين بيها. واتحاد الكوره هيشتغل والامور هتمشي كويس، حضرتك هتشوف وجوه جديده كويسه وشباب كويس. عايزين ناس كويس. عايزين ناس يعني تشتغل حقيقي وتعمل وتبتكر وتفكر في التسويق وتشجع الانديه على التسويق وتبقى شركات يعني عايزين حاجات كتيره الحقيقه. يعني المجموعه اللي شغاله في صناعه كره القدم يا استاذ حسن مجموعه رائعه جدا، انا ممكن تربطني بيهم علاقه، سواء برزنتيشن، تذكرتي، الرابطه، يعني كل ما يحيط بصناعه كره القدم. بص يا سيف، كوادر رائعه. الدوله اللي تنظم كاس الامم الافريقيه بالشكل اللي احنا شفناه وكاس العالم لكره اليد بالشكل اللي احنا شفناه انا رايي انا تقدر تعمل اي حاجه. صح، الدوله المصريه فعلا تقدر تعمل اي حاجه. يعني بس يعني عايزين الايقاع يبقى سريع على النشاط الصناعه بتاعه الكوره في مصر. يعني ان شاء الله باذن الله نرجع بعد الفاصل مع الاستاذ حسن مسكاوي ونتكلم على النادي الاهلي وانتخابات النادي الاهلي والمشهد بالامس مع الاستاذ حسن مسكاوي بعد الفاصل. نرجع سريعا بقى ونتكلم امبارح عن مشهد انتخابات النادي الاهلي. شفتوا ازيك يا كابتن حسن؟ ما كانش في منافسه طبعا. الحقيقه يعني. وعجبني قوي اللي انت قلته في الانترو يعني النهارده، وان طب انا اسف يا استاذ حسن بس نروح نطمن على النادي المصري. معانا الاستاذ حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري ورئيس البعثه. حسن بيه مساء الخير. كابتن سيف اخبارك ايه؟ سياده النائب ازاي حضرتك؟ وتحيات الاستاذ حسن المستكاوي. تحياتي ليك وتحياتي للكاتب الكبير وصاحبي الكبير. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. طمنا سياده النائب، الموقف عند حضرتك عامل ازاي؟ وبالتوفيق بكره ان شاء الله. يا رب. والله يا كابتن سيف انت عارف احنا وصلنا هنا اول امبارح، الامور نزلنا على ابوجا على العاصمه، كانت الامور ماشيه كويس جدا، والسفاره المصريه بصراحه برئاسه السفير ايهاب عوض كانوا قايمين مجهود كبير جدا معانا، ما حسيناش خالص ان احنا كنا مسافرين، تسهيل في كل حاجه، وتواصلنا كمان مع شركه المقاولين العرب عشان نقدر يبقى في تواصل بعد كده لما نبتدي نسافر. النهارده كان بدايه بقى الرحله الافريقيه المعتاده في المشاكل. يمكن سافرنا من ابوجا لمطار اويري، المفروض الطياره تطلع الساعه 12:30، اتاخرت لغايه الساعه 2، بعدين نزلنا في مدينه اويري عشان ننتقل بقى للبلد اللي هنلعب فيها المباراه. طريق المفروض 3 4 ساعه لغايه الاستاد، قعدنا حوالي 4 ساعات. اربع ساعات وطريق عذاب. الاستاد طبعا فوجئنا ان الاستاد انيمبا اللي هتلاقي فيه المباراه محاط بسوق فيه اكثر من 200-300 محل. يعني انت متخيل احنا دخلنا على ازدحام سكاني في اكثر من 20-30 ألف، وبنمشي فيه بحراسه، والعربيه ما بتمشيش يمكن اكثر من سرعه 10 كيلو متر. في الفتره دي بقى احنا قعدنا مثلا حوالي ساعتين عشان نقدر ندخل الاستاد. وطبعا دي يعني كويس احنا رحنا النهارده شفنا الوضع، لان بكره لازم ننزل بدري شويه. المسؤولين في النادي النيجيري في تجاهل تام. يمكن انا كنت من فتره من وانا في مصر وانا بحاول بتواصل مع رئيس النادي، هو متعنت جدا
للاسف هم مش هيذيعوا المباراه في نيجيريا محليا. وكان كنت بتواصل وكنت متواصلين مع القناه عندكم والاستاذ ايمن سالم خلال الفتره اللي فاتت عشان يعني خلال اكثر من 10 ايام عشان نحاول نذيع، لكن النادي النيجيري متعنت جدا، يعني الخارجيه متدخله معانا واحنا في البعثه هنا متدخلين والقناه بتحاول بكل الطرق، وبعت معانا طبعا كابتن محمد غندر ومعاه معانا مصور وبعت معانا الكاميرات واجهزه البث، لكن هم مش هيجيوا الماتش في نيجيريا وهم مصممين ان هم ما يطلعوش شرط البث في مصر، فبالتالي المباراه للاسف لن تذاع بكره ان شاء الله. بنحاول بشتى الطرق بقى ان احنا نحاول نذيع المباراه على ان شاء الله على صفحه النادي الرسميه عشان نقدر طبعا انت عارف الموضوع ده بالذات جماهيرنا بتتابعه طبعا كنا بنحاول بكل يعني شتى الطرق اللي احنا نقدر نذيع عشان جماهيرنا تتابع الفرقه، لكن للاسف يعني المحاولات لغايه دلوقتي لم تبقى بالنجاح. يعني ان شاء الله ان شاء الله بكل الظروف دي برضو ان شاء الله كل التوفيق بكره النادي المصري، واحنا هنتابع معاك يا استاذ النائب بكره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الامور تمشي بكره على خير ان شاء الله. كابتن فتحي احنا بنوعد الناس كلها ان شاء الله ان احنا نؤدي مباراه طريق باسم مصر، طريق باسم النادي المصري، طريق باسم جماهير بورسعيد ونادي مصر في كل مكان فنيا وسلوكيا ان شاء الله داخل الملعب باذن ربنا ان شاء الله. تواصل معاك بكره بعد المباراه ان شاء الله باذن الله، ومبارك لك تبقى مباراه كبيره، وبتمنى لكم السلامه بكره ان شاء الله والتوفيق. شكرا جزيلا سيادتنا النائب حسن عمار رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي المصري، بشكره شكرا جزيلا. النادي الاهلي طبعا يعني الناس بتروح لما يبقى في صراع او لما تبقى عايزه فعلا زي ما انت قلت تسقط جبهه او تسقط مجموعه، لكن ده يعني دي مظاهره تأييد للخطيب بالقائمه بتاعته. مظاهره حب يعني، مظاهره اقتناع، مظاهره بعدين طبعا يعني اتعملت في تقاليد النادي الاهلي. صح. ما كانش فيه خروج على النص، ودي حاجه جميله في النادي يعني. شعبيه الخطيب جباره. ويعني انا برضو انا اعرف طبعا محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب من زمان يعني، وهو صديق يعني. ف محمود ما كانش يقدر يمشي في الشارع وهو لعيب. انا ما اعتقدش ان في لعيب في مصر ممكن يعني يصل الى هذا القدر من النجوميه يعني ايا كان، بجد ما يقدرش يمشي في الشارع وهو بيلعب يعني، ده محمود الخطيب يعني. فلا يعني محمود عنده قبول بقى طبعا وحب الناس يعني. عنده نجاح اداري كبير يا استاذ حسن، اللي انا شفته امبارح نجاح مع الناس كبير، مشاريع كبيره على الارض والتنظيم الجماعية. تنظيم الانتخابات بهذا العدد اللي تجاوز 22,000 كان رائع جدا الحقيقه. ما فيش عارف كل الانتخابات بتلاقي فيها دوشه ومش عارف ايه، حبه بيتخانقوا هنا وحبه بيتخانقوا هنا وحبه بيدخلوا هنا. لا مفيش الدنيا مبارح، لكن ده طبعا ما كانش موجود في انتخابات الاهلي يعني. رايح حضرتك برستاو. برستاو؟ يلخبط اي خصم قدامه. لعيب كبير؟ كويس جدا يعني. كويس جدا يعني. ميكسوني؟ لا محتاج فتره نحكم عليه يعني. وبعدين السؤال ده بيزعل موسيماني يعني. ليه؟ عنده فرده فائت وفرده لسه. مش بالشرط يعني ان انت تجيب فرقتين لا ميكسوني مش عارف مش قادر يسيطر على الكوره كويس يعني. برشتاو سريع، حركته سريعه جدا. والهدفين اللي جابهم منهم الهدف الاول بتاعه يعني في السموحه عملوا قبل كده برضو يعني، اللي هي الترقيصه اللي رقص فيها ثلاثة لعيبه يعني بسرعه بحركه وخفه ورشاقه بعدين عنده ثقة في نفسه يعني وعارف طريق الجون. مين اللي حضرتك شايف ان في انتقالات يناير ممكن تبقى فرصته بره الاهلي؟ بره الاهلي؟ يعني ياخد فرصة حتى لو إعارة. لا يعني يعني اللي مستبعد يعني او بعيد دلوقتي هو كهربا. لكن دكة الاهلي قوية واكبر دليل على قوتها اللي حصل في ماتش سموحة. المجموعة اللي لعبت منهم اثنين او ثلاثة ما بيلعبوش يعني كتير يعني. حسين الشحات يعني انا اشوف ان دي احسن مباراة لعبها. وفعلا حسين بالمستوى ده
ما فيش حد زيه في الاهلي يبقى في المركز ده في الجناح يعني الجناح اليمين يعني. ايمن اشرف لعيب يعني مستواه زي علي معلول كده مش ثابت بيختلف. نوعية احمد فتحي مكان موجود. نعم نوعية فتحي مكان موجود. الثبات بتاع ايمن ايمن اشرف مستواه على طول ثابت يعني ما يعني مش يعني تليه اب اند داون كده عنده منهم يعني. في المستوى احمد عبد القادر لعيب كويس جدا لعيب كويس قوي. وعمار لعيب كويس. وعمار طبعا عمار كمان لعيب كويس قوي يعني رايي في عمار من زمان هو في الاتحاد حتى ما يلعبش يعني ما كانش كان رايي ما يلعبش باك رايت يعني زي عمر كمال يعني ما يلعبش برضه باك رايت يعني لازم يلعب قدام يعني يعني ما لكن طبعا لا الاهلي يعني 18 6 كام بونت 18 بونت احسن بدايه ليه من سنين. الدوري السنه دي هيخلص بدري ولا مع صفاره الحكم؟ لا ممكن يخلص بدري ممكن يعني ممكن يخلص بدري طبعا ممكن طبعا الاهلي لو فضل ماشي كده يعني هو في تصريح لموسيماني انا قعدت افكر فيه مش عارف ازاي الصحفيين اللي كانوا موجودين ما سالوش قصدك ايه لما قال انا دلوقتي فهمت اخيرا طبيعه الدوري المصري كان لازم حد يقول له طب ايه هي الطبيعه دي فهمنا لان يعني 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 الراجل بيقول كده يعني يعني طب ما 13 شهر اللي فاتوا دول زي ما قال هو ما كانش فاهم الطبيعه يعني انا اعتقد ان الطبيعه اللي هو فهمها اخيرا ان الدوري المصري مش اي مش زي اي دوري في فرق بتدافع ب لغاية اخر حبه عرق يعني مش عايزه تهجم يعني ودي الفرق اللي تعبت جدا للاهلي سواء الموسم اللي فات او الموسم ده. شرفتنا يا استاذ حسن. اهلا بيك. بشكر حضرتك وشرف بوجودك دايما. اشكرك. اشكرك فندم. اشكرك. خلصنا فقرتنا الثانيه مع الاستاذ حسن مستكاوي الناقد الرياضي الكبير اللي بتشرف دايما بوجوده معايا بشكره شكرا جزيلا. ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في اول ظهور لي ومفاجات كبيره جدا مع ممدوح عيد بعد الفصل. اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان وموجودين النهارده في نادي بيراميدز معايا ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. ممدوح مساء الخير. مساء النور. اهلا يا سيف. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله كويس الحمد لله. تشرف النهارده انك تكون موجود معنا. لا الشرف ليا انا سعيد ان انا اكون موجود معاكم. نبتدي بقى من يعني السؤال اللي كل الناس بتساله هو ايه التارجت بتاع بيراميدز؟ ايه الهدف؟ ده سؤال كبير جدا. سؤال احنا قلنا نفتح كده بحاجه بسيطه. لا التارجت بتاع بيراميدز اللي احنا شغالين عليه ان احنا نخلق منظومه يكون فيها استمراريه. احنا مش بنحاول ان احنا نكون موجودين سنه او سنتين في الكره المصريه وبعدين بعد كده ما نبقاش موجودين. احنا عايزين نخلق كيان الكيان ده قادر ان هو يستمر لسنين طويله ان هو يكون قوه في الكره المصريه ان هو يخلق دايما منافسه وان هو يكون نموذج بيشجع ناس كتير ان هي تخش في الكوره ويكون لينا دور في الارتقاء بالصناعه بتاعه كره القدم المصريه والمستوى بتاعها علشان كره القدم في مصر توصل للمستوى اللي تستحقه. انت عارف يعني انا شخصيا دايما مؤمن ان كره القدم في مصر المفروض تكون في مكانه اكتر من اللي هي موجوده والدوري في مكانه اكتر من الدوري موجود فيها. اللاعب المصري بيكون عنده مقاومات بتخليه يقدر لابعد حتت. يعني احنا دلوقتي لو بصينا اعتقد ما فيش اختلاف ان احسن لاعب في العالم هو محمد صلاح. محمد صلاح مصري وكبر جوه منظومه كره القدم المصريه قدر ان هو يتطور بطريقه لو جزء كبير منها وصل او جزء حتى صغير منها وصل لناس كتير من اطراف المنظومه اعتقد ان شان الكره المصريه هيكون اعلى بكتير جدا من اللي موجود دلوقتي. انت مكمل على نفس الهدف اللي انشئ عليه بيراميدز يعني في وجود المستشار تركي آل شيخ كان هدف ثم بعد كده ما تولته الاداره او حصل عمليه البيع كان هدف تاني ولا ده التارجت من اول دقيقه؟ بص نادي بيراميدز تم انشاؤه تحت مسمى نادي الاسيوطي سنه 2008 لما الحاج محمود الاسيوطي انشا النادي الحقيقه كان قدر ان هو بالنظام كان كويس جدا بالنسبه للوقت ده وصل درجة عاليه وحقق نجاح كويس مرورا بعد كده لما تم تغيير
نادي، ولما تم بعد كده نقل الملكيه بتاعه النادي موجودين. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ننقل النادي لخطوه الاستمراريه. اكيد طموحنا ان احنا نكسب بطولات، اكيد كل بطوله بنخش فيها عايزين ننافس فيها وعايزين ان احنا نحاول ان احنا نكسب فيها. ومهم جدا ان احنا نخلق قاعده للنادي مش لمده سنه او اتنين. يعني اللي انا فاهمه كده ان هو ان هي مرحله واحده، يعني الاسيوطي انتوا ابتديتوا واخدتوا خطوه من الاسيوطي، ثم التارجت بتاعكم تارجت واحد مكمل. بص، التارجت بتاعنا من ساعه ما استلمنا النادي، من ساعه ما انا شخصيا جيت النادي، هو ان المنظومه تكبر باكبر درجه ممكنه، ان هي تبقى قائمه وقائمه لاطول وقت ممكن. احنا عايزين نخلق كيان مستمر سنين طويله، وان شاء الله يفضل مستمر ويكون عنده قاعده جماهيريه تكبر، ويكون نادي بطولات، ويكون نادي بينافس، عنده جمهور. اكيد ده الهدف بتاعنا. احنا اوريدي يعني اعتقد ان في عدد بالنسبه للوقت بتاعنا لا باس به ابتدى يشجع النادي. اكيد مع عوده الجماهير، مع ان شاء الله لما ربنا يوفقنا نكسب بطولات، مع حاجات صغيره برضو بعد الكورونا بنقدر ان احنا نخش فيها، لان طبعا الفتره بتاعت الكورونا كانت فتره ما فيش فيها تداخل مع الجمهور خالص. بعد كده هيكون في شغل اكتر مع الجماهير، وان شاء الله هدفنا ان احنا يكون عندنا جمهور، يكون عندنا قاعده قويه للنادي، يكون عندنا قطاع ناشئين قوي. الحقيقه ابتدينا دلوقتي ان احنا يكون لنا دور فعال في الناشئين، والحمد لله الفرق بتاعتنا بتأدي بشكل كويس، بأداء كويس. فعايزين نستمر ده، وعايزين نقعد نكبر وتكون المنظومه قادره تستمر وبتعتمد على نفسها. بترد ازاي على الاشاعه بتاعت بيراميدز السنه دي لو ما خدش بطوله ممكن ما يكملش، بيراميدز السنه دي لو ما خدش كاس على الاقل او كونفدراليه ممكن الامور تتغير؟ لا، احنا مش بنرد على اي اشاعه عموما. الاشاعات موجوده دايما، هتفضل موجوده في كره القدم. لكن دي حاجه مش في الفكرة اصلا، يعني انتوا ده نادي موجود لسنين لعمر خلاص. لا، احنا فاهمين طبعا من ساعه ما دخلنا النادي ان مكسب البطوله مش حاجه سهله، ومش سهل الواحد يخش في سنه يكسب بطوله او اثنين وثلاثه، والا كان اي حد عملها. فانما في الكوره في مصر بالذات صعب جدا على اي حد بيخش ان هو يكسب بطوله. لسه في مرحله بتاعه تكوين الفريق المظبوط، ان انت تحط العاليه المظبوطه، ان انت تحط الايمان في وسط جوه المجموعه وجوه النادي وبره النادي كمان، ان النادي ممكن يكسب بطوله. وبعدين تبتدي تمشي في المرحله دي، وبرده مكسب البطوله انت مش فريق لوحده بيكون كويس. انت ممكن تكون فريق ممتاز وبتعمل كل حاجه، ان المنافسه برده كويسه وما عندهاش فريق. لا، وممكن تكون كل حاجه عندك مظبوطه، لكن المنافسه برده اللي عندك قويه. انت بتنافس مع النادي الاهلي، بتنافس مع نادي الزمالك، بتنافس مع انديه كتيره محترمه عندها قوه وعندها تاريخ، وفي نادي واحد بس هو اللي يكسب في كل بطوله. بتحدد ارقام صفقاتك ازاي؟ يعني معروف ان بيراميدز دلوقتي بينافس، من الصعب ان اي حد اي نادي مهما كان يمتلك ان هو يخش ينافس الاهلي والزمالك في صفقاته. بيراميدز دلوقتي بينافس، واكيد بينافس بقوه ملاءه ماليه كبيره يعني. الحقيقه احنا مش بنصرف حاجه غير في المكان اللي احنا شايفين ان هو يستحقه. يمكن برضه مش بنتابع اللي بيتكتب في الاخبار، لان مش كل حاجه بتتكتب في الاخبار بتكون هي دي، هو ده الواقع. الناس دايما بتجتهد، ودايما بيبقى دي المنظرها احلى. لو قلت ان هو سيف زاهر انتقل ب 100,000 جنيه، لا، شكلها احلى لو انتقل ب 7 مليون جنيه. اكيد الصفقه شكلها اعلى، فدايما سيف زاهر هتبقى احلى بكتير. فدايما بيكون فيها مبالغه، لكن احنا بنركز في طريقنا، مش بنلتفت للكلام ده. بنقيم كل لاعب لو بنضم حد على حسب الفايدة بتاعته الفنية للنادي، على حسب اللاعب ده في أي مرحلة عمرية، اللاعب ده بعد كده هيكون ليه ريسيل فاليو وهنبيعه بعد كده، ولا اللاعب ده هيكون بيجي وما عندوش ريسيل فاليو. ده بيحدد احنا نقدر ندفع قد ايه في النادي. تعرف الفريق ما بيكونش عبارة عن 11 لاعب، الفريق بيكون فيه من 25-30 لاعب. وزي ما بتقول برضو، مش كل الفريق علشان تكسب، لما بتلعب 11 لعيب في الملعب ما بينفعش يكونوا 11 ظابط، لازم بيكون في معاهم عساكر. صح. فكل لاعب بيكون، عايز تقول يعني مش 11 قسطة يعني. ما ينفعش 11 قسطة، لان المجموعه ما بتمشيش بكده. بيكون في كل لاعب عنده دوره، عنده دوره.
ممكن اللاعب اللي مش قسطة يكون حتى دوره أهم من القسطة. إنما كل واحد عنده القيمة بتاعته في وسط المجموعة، كل واحد من اللاعبين بنقيمه وبنديله اللي هو يستحقه. لو في حد استحق أكتر دايما بنقعد مع اللعيبة علشان نتأكد إن كل واحد يكون بياخد على قد المجهود بتاعه، وفي نفس الوقت على قد ما بنقدر بنحاول إن محدش يكون بياخد أكتر ما يستحقه، علشان يكون في عدل موجود في النادي، وعلشان نكون برضو فعل للنادي، عشان النادي يقدر ان هو يحقق الكونديشنز والمناخ الانسب للفريق، علشان الفريق يكون عنده استقرار، يكون عنده سعاده، يكون عنده هدوء علشان يكسب. تكمله السؤال ده بقى، هل بيراميدز يتبع السوق المصري؟ يعني الناس دايما تقول ان بيراميدز في القيمه التسويقيه للاعبين مش ريليتد بالانديه في مصر، او مش قريب من الانديه في مصر، هل الكلام ده مظبوط برضه ولا اشعاب بنسمعها؟ الحقيقه انا ملياش ان انا اتكلم على الانديه الثانيه، لكن احنا بكل لا مصر بيراميدز بس لا احنا في السوق المصري الانديه الثانيه اكيد الصرف بتاعنا مش نمره واحد ولا نمره اثنين ولا نمره ثلاثه ولا اربعه، حتى لو بصيت السنه دي بالنسبه لاسعار اللاعبين بالنسبه للانتقالات ما اقدرش طبعا، ما عنديش حريه اتكلم على قيمه انتقال كل لاعب، انما ده اكيد انت تقدر تبقى عارف الارقام بتاعت كل حاجه تقدر تعمل مقارنات. معلش تاني الاجابه دي، انت بتقولي مش ما اقدرش احط نفسي في تصنيف في رقم واحد ولا اثنين وثلاثه واربعه من قيمه الصرف. يعني في اربع انديه صرف اكتر منك السنه دي؟ في ممكن اكتر من اربعه كمان. اكتر من اربع انديه؟ ده على الواقع يعني. ده الواقع، لان احنا حتى لو بصيت على التدريبات بتاعتنا السنه دي، التدريبات بتاعتنا احنا بنجيب اللي احنا محتاجينه. احنا ضمينا وليد الكارتي كابتن الوداد المغربي ولاعب منتخب المغرب، والحقيقه احنا سعداء جدا بيه لان وليد مقدم مردود قوي جدا. سعداء جدا برضو بفخر الدين بن يوسف لاعب منتخب تونس، كان حظنا سيء ان هو كان مصاب اول ثلاث ماتشات بس راجع دلوقتي من المباراه اللي فاتت. فخر برضو اضافه هايله اوريدي موجود في مصر متأقلم وعمل أداء قبل ما يجي عندنا رائع. ضمينا برضو في احتياجاتنا حسين السيد، ضمينا هشام محمد، ضمينا عبد الله مجدي. اللعيبة دي لما جت في الفريق أعتقد غطت أغلب الاحتياجات اللي احنا عندنا في الفرقة. لا أنا مش قصدي كده، أصل أنا إجابة السؤال ده مهمة ليه؟ هتغير مفاهيم كتير جدا في الإعلام. إحنا عندنا في الإعلام بورصة تسويقية، يعني كل نادي بيصرف كام في السنة. أنت ممكن تكون بتتكلم على انتدابات، ممكن تكون أنت فريق مكتمل فعملت انتدابات في أضيق الحدود. أنا بتكلم على الصرف السنوي، يعني مثلا يقال مثلا الأهلي السنة دي مثلا صرف 380 مليون، الزمالك مثلا 290 مليون كعقوده آخر السنة، بيراميدز مثلا 400 وحاجة 200 مثلا وحاجه فيوتشر، فاركم 200، معرفش الارقام دي يعني احنا ماشيين صح ولا الارقام مش صح؟ مش صح؟ لا معرفش بالنسبه للانديه الثانيه ارقامها كام، بس بالنسبه لنا احنا الارقام مش صح. يعني حتى العقود السنويه، حتى في قيمه الصرف السنوي، في انديه اكتر منك؟ في انديه كتير اكتر مننا كتير، يعني الاهلي والزمالك وكتير. كتير مش معناه 10 انديه بس، لا طبعا لا بس معناه خلي بالك انت لو كتير، لفظ كتير ده لو قال زمالك وعدد اكبر تفرق المعادله بشكل كبير. لا في عدد من الانديه بيصرفوا اكتر مننا، لان احنا الصرف بتاعنا بيكون ما فيهوش اهدار. ما فيهوش اهدار يعني ايه الجمله دي؟ يعني احنا بنحاول ان احنا الصرف بتاعنا يكون اللي احنا محتاجينه في مكانه، يعني مظبوط. اوكي، في صفقات ساعات بتخوفك؟ يعني ايه بتخوفك؟ هديك مثل، سالت مسؤولين قبل كده في الزمالك على صفقه عبد الله السعيد مكان في الاهلي، فناس مسؤولي في الزمالك اعضاء مجلس اداره يعني، فقالوا لي يعني كابتن اسماعيل يوسف عشان نسهل، فقال لي بص يا سيف انا من ساعه ما حضرت الصفقه دي وانا عارف ان الصفقه دي مش هتتم. قلت له بس الراجل مضى. قال لي مضى بس عارف ان مش هتتم. قلت له بس الراجل خلص. قال لي خلص بس عارف ان مش هتتم. معرفش يعني لما اتكلمت معاه قال لي في صفقات بتقلق بتبقى صعبه، صفقات جماهيريه. لا احنا شخصيا مش ما ينفعش اقول لك ان احنا بنخاف من صفقه لان في الاخر ما فيهاش حاجه مخيفه الصفقه. احنا واقعيين، لو احنا بنبص على لعيبه اكيد لما نحط المجهود بتاعنا في صفقه بتكون في صفقه واقعيه ان هي تحصل. يعني مش طبيعي ان احنا نحط مثلا قوتنا ورا لاعب
بيملكوا نادي منافس وبيكون نجم في نادي منافس، طب النادي هيسيبونا ليه؟ مش منطقي ان احنا حتى نخش في صفقه زي دي، انما في لعيبه بتكون افيلبل انها تيجي، في لعيبه مش افيلبل فري يعني، سواء فري سواء بيلعب في نادي ممكن يبيعه سواء في مصر او بره مصر، وفي لعيبه بتكون بتلعب في انديه الانديه بتاعتها مش هتفرط فيها. احنا عندنا لعيبه كتيره جدا ممكن تكون افيلبل، وعندنا لعيبه مش افيلبل، انما اللعيب حتى المتاح ده ليه هيكون متاح لمنافس عندنا لو هو يضعفنا ويقويه واحنا بنحاول نكسب؟ مش منطقي. صح. ازاي يعني انت طول عمرك شاطر، شاطر في الديلز وشاطر في الشراء والبيع بشكل كبير قبل ما تبقى حتى رئيس نادي، كل واحد في نادي يعني في الزمالك وفي الاهلي، ودايما يقولوا في الاهلي كابتن محمود الخطيب سر الطبخه، سر الشغلانه، يعني اي لاعب يقعد مع كابتن محمود الخطيب دي ليها تاثير، جزء تيشيرت الاهلي او الاسم نفسه ليه جزء، برضه في الزمالك كده. انت بتخش صفقات وبتبيع بيراميدز ازاي؟ يعني بتيجي تقول للاعب ده انت هتلبس التيشيرت دي، هل الامور الماديه فقط لا غير هي اللي بتحسم ولا عندك حاجه تانية؟ والله اعتقد ان احنا بقالنا يعني فتره كافيه دلوقتي موجودين في الدوري وفي السوق، قدرنا نبني مصداقيه وقدرنا نبني نظام بيخلي اللعيبه اللي موجوده عندنا واللعيبه اللي بره، لان انت عارف الكوره كلها مفتحه على بعض، كل حد بيبقى عارف ايه اللي بيحصل من النظام اللي جوه النادي، من الكونديشنز بتاعه اللعيبه كلها، سبل الراحه وسبل التمرين الاحترافيه اللي بتبقى موجوده، متهيألي الحاجات دي كده كلها المنظومه بتكون بتساعد اللعيبه على النجاح، واللعيبه بتبقى شايفه كده بتشوف الدور بتاع الاستقرار. احنا كنادي برضو من اهدافنا ان احنا دايما نقعد نكبر، الابروتش بتاعنا للنادي بيكون دايما وللاعبين بيكون دايما ان احنا نوصل لاعلى حاجه. احنا بنفتح الباب لو في حد من اللاعبين بتوعنا، وده في طبعا في الفترات الجايه احنا لسه في البدايه، حد لعيب عندنا دايما بنساعدهم هيكون على الاحتراف بما في مصلحه النادي داخلي وخارجي ومصلحه اللاعب داخلي وخارجي، داخلي لو كان في مصلحه النادي واللاعب، بس الاغلب يعني احنا بنبص على مصلحه الكره المصريه، مش بيكون ان اللاعب بينتقل داخليا، مصلحه الكره المصريه بتكون لما اللاعب ينتقل خارجيا. احنا عندنا دلوقتي النهارده لاعب من الناشئين زي ابراهيم عادل، لعيب كويس ابراهيم، انا شخصيا شايف ان ابراهيم احسن لاعب صاعد في افريقيا، وابراهيم عنده امكانيات ممكن يروح اي حته، اكيد ابراهيم في وقت احنا هنكون بنساعده علشان ياخد الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده مش انتقال في مصر، الخطوه اللي بعد كده هتكون ان ابراهيم يكون موجود في حته في اوروبا بتعود بالنفع على النادي طبعا، بس على ابراهيم وعلى الكره المصريه بشكل كبير، علشان الولد يقدر يحقق الطموح اللي هو عايزه كله. صح. انت على مسافه واحده من الجميع زي ما بيقولوا يعني من الاهلي والزمالك، هل انت على مسافه واحده من الاهلي والزمالك تقدر تشتري من ده وتبيع لده وتشتري من ده وتبيع لده؟ احنا عندنا احترام وتقدير جامد جدا لكل الانديه، والتعامل بتاعنا مع كل حد بيكون على اسس تقدير وعلى اسس احترام، وما عندناش مشكله في ان احنا نتعامل مع اي حد، واي تعامل مع كل حد في كل اطراف منظومه الكوره مرحب بيه بما يحقق المصلحه بتاعه الجميع. الفرق بينك وبين الاهلي والزمالك يعني كل المختصين يقولوا ايه، بيراميدز صرف كويس جدا، عامل فريق كويس جدا، هينافس على المربع الذهبي، طب يا جماعه ممكن يخش ينافس على الدوري؟ لا، الاهلي والزمالك عشان الجماهيريه، هل فعلا دي ليها تاثير في الملعب؟ بص، الاهلي والزمالك صعب جدا ان انت تقارن اي حد بيهم. الاهلي والزمالك تاريخ فوق ال 100 سنه، جماهيريه غير طبيعيه، انجازات وتاريخ وقيمه يعني ممكن نخوض فيها سنين مش ساعات حتى. ما ينفعش ان حد يكون في مقارنه معاهم. الانديه دي بنيته صعب جدا على اي حد في العالم ان هو يبني في كام نموذج في العالم تقارنه بالاهلي والزمالك، قليل جدا. احنا كنادي لسه في بدايتنا، مجرد ان احنا الناس بتقول اهلي وزمالك وبيراميدز ده حاجه فيها شرف وفيها فخر كبير جدا لينا ان احنا نبقى موجودين في الماتشات مع الاهلي والزمالك، الناس تقول ده من مباريات القمه والناس مش عارفه وان احنا بنفوز وان احنا نكون موجودين في المنافسه في الوقت القصير والعمر القصير بتاعنا، اعتقد ان ده انجاز كبير جدا لينا احنا بنفتخر بيه، مجرد ان احنا موجودين في الحته دي. المكسب ما بيروحش، ما بيحصلش فجاه، بيكون واحده واحده من ان الايمان ده يكون موجود داخليا في الفرقه، واحنا اعتقد ان احنا عندنا
مجموعه هايله عندها الايمان ده وماشيين في الطريق المظبوط للايمان بتاع المنظومه كلها والعوامل الخارجيه. احيانا بتاخد لعيبه يكون عندها ثقافه المكسب، احيانا بتاخد لعيبه جايه من حتت كبيره عشان تصدر مشهد البطوله. مهم جدا نوعيه اللعيبه اللي بناخدها، يعني ده سؤال كويس جدا، لان الفريق مش بيكسب من لعيبه عندها مهاره فنيه بس، الشخصيه بتاعت اللاعب بتكون مهمه جدا، ان الشخصيه بتاعت اللاعب الايجابي، اللاعب اللي عايز يكسب، اللاعب اللي عنده هدوء، اللاعب اللي بيكون تيم بلاير مش انديفيديوال بلاير، يعني اللاعب في لاعب لو قاعد على دكه الاحتياطي بيقعد مش مبسوط، بيحط طاقه سلبيه في الفريق، هو اكيد كل لاعب لازم نفسه لازم يبقى عايز يلعب، لازم طموحه ان هو يلعب، بس في فرق بين واحد بس هو شايف ايه ده انا قعدت يبقى انا هشتغل اكتر، وفي فرق بين لاعب بينشر سلبيه في الفرقه بتاثر على المجموعه. فان المجموعه كلها تبقى اللعيبه اللي عندها ثقافه مكسب، عندها الإرادة، عندها الهدوء، عندها الإيجابية، عندها الروح المظبوطة، لازم مهمة جدا المجموعة عشان المجموعة تكسب. لو المجموعة فيها عناصر بتحط طاقة سلبية ممكن تكون فنيا الأقوى لكن ما تبقاش فنيا المجموعة اللي تكسب، لأن الطاقة السلبية بتفرق جامد جدا مع المجموعة. دايما كنت تشرح إن وجهة نظرك المدير الفني الأجنبي هو يعني اللي يقدر يسوق لعيبة على مستوى كبير، ثم في الآخر لقيتك رايح لمدرسة إيهاب جلال. لا مش المدير الفني الاجنبي، يعني احنا دايما لما بنتعاقد مع مدير فني بنتعاقد مع المدير الفني الافضل اللي احنا شايفينه موجود ومتاح ان احنا نتعاقد معاه. في الموسمين اللي فاتوا تعاقدنا مع مدربين ممكن يكونوا امكانياتهم كويسه والسي في بتاعهم كويس، ما حصلش التوفيق، بس انت عارف ان في الاخر ما بين ال 18 فريق في الدوري بيبقى في مدرب واحد بس اللي بيحصل على التوفيق. صح. وساعات في الكوره بيكون بتحتاج التغيير. الحقيقه مع نهايه الموسم اللي فات لما لقينا كابتن ايهاب جلال ساب النادي الاسماعيلي ومتاح، الحقيقه بالتالي ما فيش اختلاف على القيمه الفنيه. طبعا مدير فني كبير. كابتن ايهاب راجل محترم جدا. راجل مجتهد، راجل يعني متعلم لأعلى درجة، مش بس قصدي متعلم تعليم جماعي، قصدي متعلم تعليم في كرة القدم. راجل على طول بيدرس وعلى طول بيشتغل على نفسه في أدق التفاصيل، بيركز في التفاصيل كلها، التعامل بتاعه مع الناس كلها ممتاز، راجل محترم، الراجل عادل، راجل قوي، بياخد موقف وقت لما يكون فيه محتاج ياخد موقف. فالحقيقة الراجل ممتاز. لما كان في حد موجود ومصري بالامكانيات دي، احنا كنادي مصري اكيد لما يكون عندنا فرصه ان احنا نساند مدرب مصري حاجه تسعدنا جدا، واتمنى ان احنا نحصل على اول بطوله مع مدرب مصري ونبني قصه نجاح مع بعض برضه. مشروع يعني ان شاء الله. دايما بتقول انك ما ينفعش تجيب في الفرقه اسطوات كتير، معلمين كتير، يعني الفريق لازم يتبني بشكل كبير. انت عندك معلمين كتير قوي، يعني عندك احمد الشناوي، عندك المهدي، عندك شريف اكرامي، وعندك فتحي، وعندك عبد الله السعيد، وعندك رمضان صبحي. يعني انا بقصد بالاسامي دي ان كل واحد يعني قصه. لا وعندنا كمان اكتر من كده. لو بنتكلم على القيمه بتاعت كل حد كلاعب، لا 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 انا مش بتكلم على القيمه، يعني كلهم لعيبه كبار، بس انا بتكلم على اللعيبه اللي هي ايه، يعني كل واحد كابتن فريق، كلهم عندهم شخصية وكلهم بيقودوا المجموعة بشكل مناسب، وكل حد في الناس اللي قلتها لعيب كبير وعارف دوره كويس جدا ودوره في المجموعة إيجابي جدا. عبد الله السعيد كابتن الفريق والقائد بتاع المجموعة، والحقيقة يعني عبد الله نموذج للقائد ونموذج للاعب المحترف اللي كل حد يبص عليه وبتقتدي بيه المجموعة بشكل رائع. يعني يشترك معاك في أفكارك عبد الله؟ يعني ايه بيشترك معايا في افكار؟ يعني تفتح معاه حوار دايما كابتن فريق او الاكثر ادبيه؟ لو في وقت ان انا افتح حوار اكيد راي عبد الله. يعني لو يعني في صفقه جايه، في حد تعاقد معاه، ممكن عبد الله بني ادم ذكي، عنده ادراك جامد جدا وعنده خبره كبيره جدا، والحقيقه هو من اللعيبه اللي كل ما تبص عليه في تمرين او في ماتش بتزاد اعجابا بيه. يعني لغايه النهارده حتى لما الماتش المباراه اللي فات اكبر لاعب في الملعب
لغايه اخر دقيقه في الماتش هو اللي بيرجع لغايه اخر ثانيه في الكوره، مجهوده ما بيقلش، بيعمل كل حاجه اللعيبه الفرقه بتبقى محتاجاها، بيظبط اداء الفرقه الحقيقه. يعني حتى بعد عبد الله السعيد ان شاء الله بعد وقت كتير مش بعد وقت قليل لما عبد الله يعتزل، صعب جدا تعويض عبد الله السعيد في الكره المصريه، لان هو جاب الجون ال 118 صح، واعتقد بقى يمكن الرابع في تاريخ الهدافين، انما الاول في تاريخ اللعيبه اللي ما بيلعبوش في مركز المهاجم. يعني عبد الله لعب خط وسط صح، ان هو موجود كده يعني عبد الله ممكن يشارك، ولو عديت الاسيست اللي عملها كمان رائع، هتلاقي مساهمته في الاداء ممكن يشترك معاك في قرار الصفقات. لا مش في قرار الصفقات، لان عبد الله بيكون لاعب، لو احتاجنا راي عبد الله في حاجه اكيد رايه بيكون مفيد دايما لينا، انما كمجموعه النادي اكبر من كده، لان احنا موجودين عندنا المدير الرياضي، عندنا الاستشاري الفني للنادي، على فكره في العالم كله كده، مدير التعاقدات برشلونه وريال مدريد في الانديه الكبيره جدا، ميسي وكريستيانو اللعيبه الكبار لما بتيجي تحصل صفقه بيتاخد رايه، يعني لو هو عنده علم معين، لو هو زام اللاعب، لو هو بيعرف حاجات معينه ليه لا؟ في حاجات لو هو هيبقى مفيد فيها احنا بنثق فيه. فلا هو قائد رائع الحقيقه المجموعه، وبقيه الفريق كل اللعيبه الكبار اللي انت قلتهم كلهم الحقيقه يعني قاده رائعين للمجموعه، وكلهم بيقوموا بالدور بتاعهم وعارفينه باحسن شكل ممكن. كابتن فريق عبد الله، كابتن فريق عبد الله رقم اثنين. رقم اثنين كابتن ايهاب هو اللي بيحدده على حسب الاحتياج وعلى حسب المباراه في حاله غياب عبد الله، لكن هو مش محدد عنده. انما علي جبر عادة بيكون كابتن الترتيب رقم اثنين، عمر جابر من القادة، أحمد فتحي من القادة، أحمد الشناوي من القادة، كل دول كباتن في الفرقة، والحقيقة كل حد فيهم من غير شارة كابتن. فدي ميزة كبيرة جدا موجودة عندنا. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف صفقات بيراميدز ولاعيبته وطموحات بيراميدز السنة دي، سواء في الدوري سواء في البطولة الكونفدرالية، ونشوف إيهاب جلال رايح لفين مع ممدوح عيد بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، معايا ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. في بعض الأسئلة بغض النظر يعني أنا عارف إجاباتها مش عارف، ولكن هي كلها بقى أسئلة إشاعات، أسئلة الناس تسألها، فرصة أول ظهور ليك ترد على الناس في الجزئية دي. في صفقات كتيرة حصلت في بيراميدز، ناس كتيرة أكبر الصفقات هي رمضان شريف فتحي، الثلاثة مع بعض. هل شريف إكرامي، أنا بحس إن شريف عليه ضغط كبير، وكنت بتكلم معاك قبلها وقلت لي شريف دايما مضغوط، ولكن هو أكيد حارس مرمى كبير، يعني شريف كان جزء من الصفقة ولا صفقة مستقلة بذاتها؟ جزء من أي صفقة؟ رمضان فتحي أو رمضان بس؟ لا، شريف انضم في وقت مختلف خالص. شريف مثالي كان التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي انتهى، وقعد مع النادي الاهلي واتفقوا على ان هو ما يجددش العقد بتاعه. صح. الحقيقه بالنسبه لنا كفريق عايزين نكسب بطوله، لما لقينا لاعب بقيمه شريف، هيبقى قيمه شريف كحارس مرمى كبير جدا، وكشخصيه قويه وعندها خبره كتيره جدا، وزي ما انت قلت وينر، يعني لعيب عنده عقليه المكسب اكيد. فطبعا لما نلاقي في صفقه انتقال حر لاعب بالقيمه دي واحنا عايزين نكسب، صعب جدا ان احنا ما نضم شريف اكرامي. بس هنا السؤال الناس فكرت، بس ما فيش اي صفقه عندنا حصلت من اي نوع فيها اثنين لعيبه مرتبطين ببعض. انت سمعت طبعا، يعني انت سمعت الكلام، بس انا بسالك لان انت اول ظهور ليك، ففرصه ترد. يعني دايما كانوا بيتهموا شريف ان هو خلص صفقه رمضان فجي مع رمضان في الصفقه، يعني لا طبعا، ما يعني كلام بيضحك. يعني شريف حارس مرمى ورمضان لاعب، ولا ده وكيل ولا ده حد مسؤول عن حد، كل حد شخص مستقل بذاته، كل حد فيهم ليه قيمته مختلفه. محدش ليه دعوه بحد، ولا في اي نوع من اي صفقات احنا عملناها مرتبطه ببعض، كل لعيب بنضمه اللاعب الاحتياج ده للاعب ده بشخصه.
طب شريف انضمتوه بدري، هو عمل فعلا تويته بدري قال فيها يعني شكر النادي الاهلي، ما قالش ان هو جاي بيراميدز ولكن قال خلاص انتهى مشواره. شريف ضمناه في الوقت يعني مش متذكر طبعا التاريخ بالظبط، بس شريف اول ما ضمناه شريف يعني اعلن، هو اعلن ان ضمامه ما كانش في اي حاجه في التايم لاين بتاعته بتاعه مستخبي. هل شريف ليه كان ليه دور اي دور في صفقه رمضان؟ لا، لان احنا لازم نحترم الاثنين وحتى ما نكلمهمش في بعض، يعني كل حد لاعب مختلف، كل حد عنده كونديشنز، كل حد عنده عقد، ما ينفعش ان انا اعمل حرج ما بين اتنين لعيبه بان هم يكونوا عارفين حتى تفاصيل التاني ايه، دي حاجه بتكون خاصه. دايما الناس تقلق من الجماهيريه النادي اللي انت بتخش معاه في صفقات، وبالذات الاهلي والزمالك والبيراميدز دايما زي ما انت قلت انا بنفتح المجال لكل الناس. ما قلقتش وانت بتاخد ثلاث لعيبه كبار من النادي الاهلي يعني شريف رمضان فتحي؟ شريف احنا اتكلمنا عليه، احمد فتحي في نفس الوقت برضه انتهى التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي، واعتقد حتى يعني خرج باحسن صوره من هناك، وفي اخر ماتش النادي كله بيحترمه، وانتهت الرحله بتاعته مع النادي الاهلي. وزي ما قلنا على شريف هنقول على احمد يعني في كام لاعب في تاريخ الكره المصريه في قيمه احمد. ولما احنا نكون برضه في المرحله اللي احنا فيها في النادي، يعني ان احنا نلاقي حد زي ده يكون جزء من المجموعه كلها تستفيد منه، تستفيد من خبرته، من تجربته، من الروح بتاعته. يعني احمد فتحي لاعب عنده روح غير طبيعيه، فان هو يكون موجود في نفس الوقت برضه احنا ضمناه بعد برضه ما انتهى الرحله بتاعته مع الاهلي كلها. رمضان وضعه مختلف، رمضان كان بيلعب في نادي هادرسفيلد في انجلترا. ايه المفاوضات؟ يعني احنا مش مسؤولين عن المفاوضات بتاعت اي حد معاه، وحتى لو احنا كنا معتقدين ان هو يمكن يكمل في حته او يروح حته معينه، احنا جينا في وقت لقينا ان رمضان لاعب متاح ولاعب مش رايح اي نادي في مصر، وكان هادرسفيلد قاعد فيه. واللعيب الحقيقه من غير يعني تفاصيل عن الصفقه، لان انا ما ينفعش ان انا اتكلم عن تفاصيل او ارقام او كده، بس لاعب قيمه وحجم رمضان يكون متاح ان احنا نتعاقد معاه وبكل الكونديشنز اللي هي كانت قدامنا، لا يمكن ان احنا ما ناخدهاش. لعيب كبير، لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده عاليه الفوز، عنده المهاره، الناس كلها بتحبه، محترف رائع، بيجي التمرين وبيتمرن تمرين يعني كل يوم على اعلى مستوى من اول التمرين لغايه الريكفري. احنا عايزين اللعيبه اللي زي رمضان، يا ريت الاغلبيه يكونوا كده، ان هو عنده ميزات كتيره جدا الحقيقه. فالحمد لله ان احنا يعني قدرنا ان احنا نضم رمضان، وكان اضافه كبيره جدا للنادي وللمجموعه. اشتغلت عليه فتره طويله ولا صفقه رمضان دي اخر 5 متر يعني؟ لا، ما كانش فتره طويله، لان احنا ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل، وما كناش عارفين هو وضعه ايه. بس في الاخر لما كان الديل بتاعته بقت متاحه اتحركنا فيها على طول. والحقيقه نادي هادرسفيلد نادي في التعامل برضو افيشنت وواضح معانا، ما كانش بيضيع وقت في حاجه، ومشيت الديل على طول. يعني انت راجل مطلع على بره وليك تعاملات بره بشكل كبير طول عمرك، يعني الناس بره في الصفقات بتعلن عادي اللاعب بكام ومرتبه كام وبياخد كام وضرايبه كام؟ لا، مش صح، مش مظبوط. بره؟ مش في اي حته. طب قول لي فين؟ لا، اي عقد بيكون موجود فيه كونفيدنشاليتي. يعني في لندن؟ لا، لو اعلنت الارقام ساعات بيكون في صفقات معينه يكون الغرض من الصفقه دي ان احنا نبلغ ان هو احنا جبنا رقم قياسي. انما غير كده لا طبعا. المرتب بتاع اللاعب فين بتلاقيه ان حد بيعلن عنه؟ او قيمه الصفقه. كلها عارفه مرتبه الاسبوعي. دي اجتهادات. انما كان حد يعلن، عمر ما النادي يعلن. يعني دي اجتهادات، حتى الارقام اللي نسمعها دي بتبقى ارقام، كل الارقام بتبقى طالعه اجتهادات. انما طلع اي سورس من انديه بيجيب الرقم الفعلي اللي حد بياخده؟ لا طبعا. العقود كلها فيها ترم بيبقى كونفيدنشاليتي بتاع السريه. ده انت كده بتكون اخليت بالعقد لو اعلنت عن التفاصيل في العقد. ده حتى في المدربين بره. في اي حاجه. في اي تعاقد، حتى في الموظفين. يعني حتى اي حد بيشتغل في اون سبورت، المرتب بتاعه بيكون حاجه سريه، مش حاجه معلنه عنها. صح. يعني لاعب الكره زيه زي كل حد بيستحق الاحترام. ده في السوق المصري
يعني هنا انت ازاي بتقارن بتقول انا مثلا ترتيبي في السوق انا عقودي قريبه من كل الانديه؟ انا مش بقارن الحقيقه. يعني انا مش بعمل مقارنه، احنا مش بنشغل نفسنا بالمنافسه. احنا عارفين احنا صارفين قد ايه. في حاجات برضو بتسمعها باجتهادات ممكن تكون عندها تصورات، انما مش دورنا ان احنا نقعد ندور ونبحث في غيرنا، احنا دورنا ان احنا نعمل شغلنا ده احسن طريقه ونركز فيه. لعيب الاهلي والزمالك دايما سعره غالي، دايما سعره كبير. يعني لو لعيب كويس في اي نادي مقارنه بنفس اللعيب نفس الامكانيات في الاهلي والزمالك، انك تاخد صفقه من الاهلي والزمالك ليها سعر تاني؟ بص، مش الطبيعي ان احنا بناخد لاعب من الاهلي والزمالك. حاله استثنائيه اكيد. ده الاستثناء. فالاستثناء دايما بيكون برضو استثناء، ما يقدرش ان انت تحط عليه قاعده عامه. لان الاهلي او الزمالك هيسيبوا لينا او لبعض لاعب ليه؟ ما دام لو في منافسه ما بين الانديه. يعني حتى لو احنا بنطلع لاعب حتى من عندنا اعاره. واللاعب ده علشان عايزينه يستفيد ويفيد الفرقه اللي هيلعب فيها. بنحاول نبص على فريق يكون اقل مننا او على الاقل مش شايفين المنافسه. طبعا يعني ما فيش اقل مننا للاحترام للفرقه كلها، انما مش هيكون مع المنافسه المباشره. مش هنكون في يناير واحنا مثلا بننافس على المركز الاول مع ناديين او ثلاثه او اربعه ويبقى احنا بنروح نقويهم. احنا عايزين ان احنا نكون الاقوى. فلو نادي ما بين الانديه اللي بتنافس بعض بشكل مباشر انتقل من نادي لنادي، مهما كانت انتوا بيكون في ظروف استثنائيه، ممكن يكون معاها انه اغلى، ممكن يكون معاها انه ارخص. يعني ملهاش قاعده ثابته. معنى كلامك كده ان زمن التعامل ما بينكم بين الاهلي والزمالك انتهى؟ يعني هل في عقد ساري مثلا في الاهلي تقدر تخش تشتريه او في الزمالك او العكس؟ زي ما انت قلت ممكن تكون ظروف استثنائيه. يعني ما فيش ما يمنع. ودايما لازم تكون اي حاجه بتحقق المصلحه بتاعت الاطراف كلها بتكون ناديين واللاعب. في الحاله اللي بيحصل فيها كده ما فيش مانع. انما في حاله اللي بتيجي على مصلحه حد، ما حدش بيحب الصفقه اللي بتيجي على مصلحه حد طبعا. ولكن احيانا بتكون في كيمياء شغاله ما بين ناديين، علاقه ما بين ناديين، دي بتسهل الامور. يعني انا سمعت كتير جدا في الاعلام او كنا بنقول ان انتوا ناصر ماهر على رادركم وان انتوا اتكلمتوا فيه مع النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي في الاخر باع ناصر ولكن في سكه تانية. مش هقدر اعلق للاسف، انا مش بعلق على الصفقات او على الكلام عن لاعبين في الاعلام بالذات، واللعيبه دي لعيبه بتاعت انديه تانية. يعني لازم احترم الانديه كلها وكل الاطراف اللي في الموضوع، الانديه واللاعبين. فمش بتكلم على لعيبه بتلعب في اي انديه تانية احتراما للكل. تمام. ازاي بعت البيعه بقى لرمضان؟ يعني شريف وفتحي لما جيت عملت صفقتهم سيبه، يعني حتى مش مهم الماديات، ولكن شريف النهارده غير درجة عايز يلعب، فتحي عايز يرجع يلعب تاني لان اموره في الاهلي بقت صعبه. فتقدر تتكلموا في حاجه غير الماديات او الامور هنا، تقدر تتكلموا في تارجت تاني او هدف تاني. هنا رمضان اللي الناس وقفت عنده كتير، انت اقنعته ازاي؟ بص، اعتقد هو وغيره في ناس كتير شايفين الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. شايفين الطريقه بتاعت الاداره بتاعتنا، شايفين اللي احنا بنحاول نحققه والنظام اللي موجود عندنا. طبيعي في ناس ممكن تبقى حابه ان هي تكون موجود معاك، وفي ناس ممكن ما تكونش حابه ان هي تبقى موجوده معاك. بس احنا بنعمل متهيألي حاجات كتير باحسن طريقه نقدر عليها. اعتقد ان هي خلق روح من الايجابيه بتخلي ناس كتير عايزه تبقى موجوده في المنظومه. برضو الناس عارفين ان احنا كمنظومه لما حد هيكون موجود عندنا وبيكون عنده فرصه ان هو يطلع لحاجه مثلا تكون اوروبا او لحاجه تكون خطوه احسن ليه، هنكون بنساعده. يعني احنا مش هنكون بنصعب على حد. فبالتالي اكيد في لعيبه كتير عندها طموح ان هي دلوقتي تكون موجوده بره مصر. انت عارف زمان كان اللاعب طموحه مختلف عن النهارده. صح. النهارده يعني لا يمكن ان هو لعيب يكون شايف ان هو امكانياته عاليه ويشوف نموذج زي محمد صلاح قدامه، وغير محمد صلاح، بس محمد صلاح هو نمره واحد في العالم، وما يكونش عنده طموح ان هو يروح يلعب في احسن حته، لان هو بيلعب في المنتخب مع محمد صلاح. صح. فطبيعي لما اللاعب يكون بيبص ويشوف ان هو لا، ده بيراميدز هيساعدوني لما هيكون موجود في فرصه ان انا اطلع، النادي اهدافه ان هو يعمل كده والنادي هيبقى بيساعد،
في لعيبه كتير هتبقى موجوده وحابه ان هي تبقى موجوده في النادي بالطريقه دي. يعني بعض الناس بيقولوا برضو ان احيانا زحمه مكان حراسه المرمى ان يكون في روتيشن ده شيء صعب، ونادي الزمالك اقرب مثال وبيدفع ثمن في الحته دي كبير لان روتيشن كبير جدا في حراسه المرمى وفي الاخر مفيش جون بياخد وقت لان الجون لازم ياخد وقته وفرصه والعالم كله بيشتغل بجون كبير، جون تحته سنه حتى لو كبير وجون تاني صغير. انتوا عندكم المهدي شريف اكرامي وان شاء الله باذن الله يرجع احمد شناوي بالسلامه، ثلاثه حراس مرمى كبار جدا. زي ما انت قلت ان شاء الله احمد شناوي يرجع بالسلامه وان شاء الله تبقى ما تطولش، انما السنتين اللي فاتوا مختلفين. يعني احنا بنفتخر طبعا ان احنا عندنا ثلاث حراس وعندنا احمد عدور وعندنا الحراس الصغيرين اللي طالعين برضو على اعلى مستوى، انما بسبب الكورونا اصابات الكورونا اللي بتخلي لعيبه كتير تغيب غير الاصابات العاديه، غير ان الموسمين اللي فاتوا بسبب الكورونا برضو مضغوطين بشكل غير طبيعي. انت خلي بالك احنا بنلعب ماتش كل 3 ايام، لما بتلعب ماتش كل 3 ايام مش الطبيعي بتاع جسم اللاعب ان هو بيتحمل كل 3 ايام، لازم اللعيبه بتتصاب واللعيبه كلها بتتصاب عند كل الانديه. مين النادي اللي ما وقعش عنده جون او لاعب او في كل مركز اكشلي الناس بتقع. فالسنتين دول الظروف بتوعهم استثنائيين، فان انت يبقى عندك عدد وفره لا مهم جدا. ولو بصيت عندنا هتلاقي ان كل الحراس اللي عندنا لعبوا وكل الحراس اللي عندنا لعبوا ولعبوا كويس وحصل اصابات وحد تاني بياخد الفرصه وبيلعب ويلعب كويس وبتحصل اصابه. يعني انتوا بتعملوا روتيشن في المكان ده؟ احنا بنلعب على حسب انت يعني المدير الفني هو اللي بيقرر يلعب ازاي، بس المدير الفني عندنا فير. الناس بتاخد فرصتها، اللي بياخد فرصته بيكمل، اللي بياخد فرصته لما بيجي حد تاني عليه الدور بيجي عليه الدور. بس لو بصيت في السنتين اللي فاتوا بالذات مع الكورونا هتلاقي ان كل حد لعب وكل حد لعب كويس كمان. صح. طيب امتى تقف كده في بدايه الموسم وتقول انا بنافس السنه دي على الدوري؟ انا استضفت كل الناس في بيراميدز، يعني مديرين فنيين مدربين كله دايما بيحاول يرمي الضغط يقول لا انا احنا فريق كويس بس انا نفس عدو لسه بدري، اللي موجودين انديه كبيره تاريخ كبير طبعا زي الاهلي والزمالك. امتى بقى انت تيجي تقولي لا لا بيراميدز انا بنافس على الدوري؟ اكيد الدوري طويل واكيد الدوري صعب واكيد المنافسه قويه والمنافسين محترمين واقوياء جدا. لكن احنا مش بنتكلم صح لما قلناش ان شاء الله السنه دي احنا بننافس على الدوري. السنه دي ان شاء الله. مالك بتقولها ليه بقلق؟ لا مفيش قلق، انا اقولها عادي زي ما المفروض تتقال. بثقه عادي. بتنافس على الدوري، بتنافس على الكاس، بتنافس على الكونفدراليه. ان شاء الله كل بطوله نخش فيها هننافس عليها. يعني ربنا يكرمنا طبعا، احنا بنعمل الدور اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا. طبعا يعني التوفيق بتاع ربنا، بس انا قصدي ان خلاص زمن ان لسه بدري ده انتهى. لا لا مش هنقول لسه بدري. احنا ما ينفعش ان احنا ما نتواضعش لكرة القدم. يعني لازم دايما من تواضع لله رفعه. طبعا. واحنا لازم بنتعامل مع الخصم باحترام اكيد. كل خصم باحترام، كل مباراة باحترام وبناخد خطوة بخطوة. هل ما زال انتمائك الداخلي ثابت ولا اتغير؟ انا الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. وانتمائي واحد لنادي بيراميدز فقط لا غير. غير كده ابقى منافق. يعني النادي اللي انت كنت بتشجعه زمان خلاص الانتماء اتغير. ويوم ما انا دخلت نادي بيراميدز النادي بتاعي هو نادي بيراميدز. انتهى الموضوع. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ومعايا ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. كل الناس دايما كانت تحب تروح الاهلي والزمالك عشان يروح المنتخب. الزمن ده خلص؟ اعتقد ان القائمه الاخيره بتاعت منتخب مصر طبعا ظروف بطوله افريقيا ان احنا هنلعب في الكونفدراليه في وسط البطوله العربيه، فبالتالي لعيبه بيراميدز مش هتكون موجوده في البطوله العربيه. القائمه الاخيره كان فيها 9 لاعبين من بيراميدز في منتخب مصر. فاعتقد دي رساله قويه عن ازاي المنتخب بيبص على النادي. الان من قرار عوده الجمهور
يعني في حالة عدم وجود الجمهور المسألة أسهل لبيراميدز في المنافسة؟ لا، أتمنى عودة الجمهور. الجمهور بيقوي المنافسة، بيقوي المنظومة، بيخلي اللعيبة الكبار اكشلي تأدي بليفل أعلى. بس بيصعب المشهد. يعني أنت مثلا متخيل مثلا أنت بيراميدز بيلعب الأهلي من غير جمهور ولا بجمهور؟ بجمهور. يعني انت عندك مجموعه كبيره من لعيبه الاهلي هتحط عليهم ضغط، بيعلي اللعيب الكبير بيعلى مع الجمهور. واحنا انا شخصيا عندي ايمان جامد جدا بالمجموعه بتاعتنا كلها، ده لو معاه، لكن لو ضده ايا كان الجمهور موجود، اللعيب الكبير مش بيتاثر بالضغط ده وبيخليه حافز. يعني عوده الجمهور هي اللي هتخلي الجماهيريه بتاعتنا بتروح في الاتجاه المظبوط برضه. انما انا بقول لك غلط لو انا مش عايز عوده الجمهور. لا، انا عايز الصناعة تعلى، عايز الكرة تعلى، وعايز ان احنا نكسب بطولة نستحقها في وسط الجمهور. ايه الجمهور اللي انت بتقعد تتفرج عليه؟ اي جمهور يعني في المدرجات كده تحب تشوفه؟ لا، كتير جدا الحقيقة. زي يعني انا برا مصر، مش في مصر. لا، في مصر. لا، في مصر الجماهير مش يعني معروفة، مفيش اختلاف عن هو جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. انما لما تبص في ناس تحب ده وفي ناس تحب، وفي ناس تحب جمهور الاسماعيلي. لما لسه هقول لك، لما تبص على جمهور الاسماعيلي والطريقه بتاعتهم في حب النادي، حتى يعني لما تروح الماتشات استاد اسماعيليه وهو مفيش جمهور وتلاقي الماتش شغال، انت عارف استاد اسماعيليه في وسط البلد وحواليه عمارات كتير جدا، وتلاقي الجمهور موجود واقف فوق العمارات. انت تربطك اصلا علاقه باسماعيليه صح؟ انا اسمي ممدوح عيد. جد والدي هو مؤسس نادي الاسماعيلي. جد والدك؟ ايوه. انت على علاقه صله بالعثمانيين؟ ايوه. فكان يعني كنت موجود هناك دايما يعني. كبرت طول عمري واحنا صغيرين كنا بنروح اسماعيليه كتير جدا. ولغايه دلوقتي الاسماعيليه هي المدينه اللي عيلتي اساسا منها، انا بفتخر بكده. وكنت منتمي يعني للفريق، كنت بتروح تشجع الفريق كتير؟ كنت بحب طبعا فريق نادي اسماعيلي، وبحبه دايما يكسب، لانه النادي هناك ليه طعم كده مختلف. يعني الاسماعيلي ان شاء الله تعدي الفتره اللي النادي موجود فيها. بس اسماعيليه مدينه بتشجع النادي بتاعها بجنون. دايما بيكون في ضغط كده موجود على اللعيبه، ان انت وانت بتلعب في الاسماعيلي لازم تلعب كره حلوه، صح، ولازم تلعب بطريقه مناسبه للاسماعيلي عشان تستحق تلعب في اسماعيليه، مش بتكسب وخلاص ولا بتعمل حاجه وخلاص. الاسماعيلي ليه كده في المدينه. واحنا صغيرين كنا نروح حتى تبص في اي حته جانبيه ولا اي ملعب صغير او ملعب على البحر، تلاقي كل حد موجود بيعرف يلعب كوره، صح، مفيش حد اسماعيلي ما بيعرفش يلعب كوره. انت في البدايه قلت لي ان انتوا مفتوحين تماما على كل الانديه بره وجوه، عروض، اي تعاون، ما عندكوش اي مشكله، يعني العروض ما تمثلكش مشكله، صح كده؟ مظبوط. ابراهيم عادل جاله عرض من الاهلي؟ ابراهيم عادل ما فيش عرض من اي حته. يعني مش منطقي ان هو ابراهيم عادل يجيله عرض من الاهلي. مش منطقي. ليه هيجيله عرض من الاهلي؟ مش طبيعي الاهلي يتوقع ان هو احنا هنسيب واحد من افضل لاعبينا علشان يروح الاهلي. زي ما احنا برضو مش طبيعي ان احنا نتوقع ان هم يسيبوا حد من احسن لاعبيهم علشان يروح عندهم. وابراهيم الحقيقه طموحه برضو ان هو يكون يخرج بره مصر. اوكي. خلي بالك ابراهيم ما شاء الله يعني كولد، كعقليه، كشغل، بني ادم جميل، ولد ممتاز، بيشتغل احسن درجه. حتى لو شفت الماتشات كلها الولد مش بيبطل، بيشتغل جامد جدا. و يعني هبقى بضحك عليك لما قلت لكش انا شايف ان طموحه انه يبقى احسن لعيب في العالم. الولد طموح جدا ما شاء الله. عبد الله السعيد جاله عرض من الزمالك؟ لا. طب ليه انا ما قلتليش مش طبيعي جاله عرض من الزمالك؟ علشان الاعلام كله كان بيتكلم ان عبد الله السعيد جاله عرض من الزمالك، فلازم اقول لك لا. بس هل مش من الطبيعي برضه يجيله عرض ولا ده طبيعي؟ لا، مش طبيعي انه يجيله عرض. مش طبيعي. الكوره فيها حاجات كتيره مش طبيعيه، بس هو ما جالوش عرض. يعني ما كانش الموضوع ده مطروح من قريب او بعيد. اللي انا فهمته من دماغ كده ان انتم ما فيش اي سكه تعاون للاعب عندك لجوه، هيبقى كله لبره، وده اللي انا فهمته في بدايه الحلقه. لا، ده مش صح.
احنا في لعيبه كتير راحت من عندنا اللي جوه، لكن ما تكونش لعيبه كبيره، ما تكونش لعيبه مؤثره. احنا محمد مجدي قفشه راح من عندنا الاهلي، فهي قفشه من اهم اللعيبه في الاهلي. فكل حاجه في الكوره ممكن تحصل، وكل حاجه بيكون ليها ظروفها، ما فيش قاعده ثابته في الكوره. كان قرار يعني قفشه ما تالقش بشكل كبير معاكم، ما ظهرش بشكل كبير، هل ده في التوقيت ده من وجهه نظرك كان خطا انتقاله للاهلي؟ لا، ما اقدرش اقول ان هو كان خطا انتقاله للاهلي. طب تقدر تفسر بان هو ما اشتغلش كعنصر اساسي هنا او ما تالقش وراح الاهلي؟ فاق بكل صراحه، مع كامل احترامنا لكل اللعيبه، صعب قوي حد يلعب في المكان بتاع عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد موجود في اي مكان. يعني لغايه ما عبد الله السعيد يقرر ان هو هيبطل، او يعني يشاء ربنا ان هو يكون ما يكملش في كره القدم. عبد الله السعيد لعيب مهم جدا، قيمته فنيا وقيمته كشخصيه. احنا حظنا هايل ان عبد الله السعيد موجود معانا. ده رد فيه ذكاء كبير. انت عايز تقول ان قفشه لعيب كبير، ولكن جه في توقيت كان فيه عبد الله فما قدرش ان هو ياخد فرصه. اكيد قفشه لعيب كبير. واعتقد مش صح ان انا اتكلم على عليه وهو لاعب في النادي الاهلي، لازم احترمه واحترم النادي الاهلي. انا بتكلم على توقيته عنده، انما انا بتكلم عندنا احنا. ليه قلت لك الاسباب. انما اكتر من كده مش صح، لازم الواحد بيحترم كل الانديه وبيحترم كل اللعيبه، وما يتكلمش على اللعيبه مش بتاعته، زي ما احنا ما نحبش ان حد يتكلم على لعيبتنا، برضه ما ينفعش ان احنا نكون بنتكلم على لعيبه انديه ثانيه. طيب سيبنا من الانديه الثانيه ونتكلم منتخب بما يخص نفس الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، عبد الله وقفشه. كنت تتوقع ان كيروش يلعب عبد الله على قفشه؟ الحقيقه اتوقع ان يلعب عبد الله على اي حد، على اي حد مهما زاد السن. عبد الله نوعيه من اللعيبه قليله جدا في كل المنتخبات حتى انت تلاقيها، يعني مهما كانت اللعيبه اللي موجوده، لو عندك لعيب بيدي الدور اللي عبد الله بيديها تبقى دايما بتحاول تخلق له مكان. عبد الله من وجهه نظرك ممكن يدي كام سنه كمان؟ من وجهه نظرك دي رؤيه يعني، مش ما سؤال صعب. لان هو لو بصيت على الاداء اللي هو بيأديه دلوقتي، ما شاء الله ما شاء الله، هو في الدقيقة 90 بيكون أكتر واحد بيجري. فتقدر تتوقع إن هو لا، لسه عبد الله قدامه كذا سنة كمان. إنما ما تقدرش إن أنت تتوقع إن هي تبقى مبالغ في التوقع بتاعك. بس أنا مش شايف إن عبد الله لاعب هيضطر يبطل في خلال سنة أو اتنين. أنا شايف عبد الله لعيب ذكي جدا، وبيعرف يبقى مجهوده متوزع بأحسن شكل، بيحافظ على نفسه بشكل كويس. هل انت بالشكل ده ممكن تجدد لعبد الله 3-4 سنين؟ لكل حديث حديث. مش محتاجين ان احنا نتكلم على التجديد بتاع عبد الله دلوقتي. في وقته بنقرر. بس احنا ان شاء الله يعني عبد الله يبقى معانا طول ما هو بيلعب كوره، وبعد ما يبطل كوره كمان. ونرجع نتكلم على موضوع مهم جدا كنا بنتكلم فيه، وهو فريق المبتورين. وده الحقيقه خبر رائع جدا، واتجاه انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. الحقيقه احنا في نادي بيراميدز بنؤمن ايمان كبير جدا بدورنا في المسؤوليه المجتمعيه. يعني نتمنى يعني او بنؤمن ان اي يعني منظومه كبيره مهم جدا ان هي تكون بتجيف باك، ويكون عندها مسؤوليه تجاه المجتمع. الحقيقه المجموعه بتوع المبتورين، بتوع فريق المبتورين، اصحاب الهمم، مجموعه رائعه ومبهره كمان. يعني الواحد لما بيتفرج عليهم ولا بيتكلم معاهم ولا بيشوف حكايتهم بتملاه سعاده الحقيقه. حاجه رائعه قد ايه الناس دي بتتحدى الظروف وبتلعب اداء بالقوه وبالمتعه دي. يعني حتى لما تيجي تفكر نلعب معاهم، لا مش عايزين نلعب معاهم، لان هو ممكن يبهدلونا. الواحد دلوقتي مش فت، لازم نتمرن شويه. ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم. الحمد لله لما جت الفرصه ان احنا يكون لينا دور في حاجه زي دي، ما تاخرناش. هنساندهم على قد ما نقدر ان شاء الله. هم يمثلوا الاغلبيه بتاعه منتخب مصر في بطوله افريقيا اللي جايه على طول ان شاء الله، يادوا
اداء كويس ويشرفوا مصر، واحنا ان شاء الله كنادي بيراميدز بنكمل الدور بتاعنا على قد ما نقدر، وان شاء الله يكون في مشاركات مجتمعيه على طول باكثر شكل موجود، ويعني بنعلن لكل حد ان احنا كل فرصه لينا نشارك في حاجه خيريه وفي حاجه فيها مسؤوليه اجتماعيه مش هنتاخر، وان شاء الله نكون بنقوم باكثر ادوار ممكنه على قد طاقتنا. يعني الحقيقه قرار رائع جدا وحاجه تستاهل عليها الشكر والتحيه، لان الدور المجتمعي لاي مؤسسه رياضيه كبيره هو حاجه الحقيقه مهمه جدا في العالم كله، لان ده كمان من يعني من سمات الرياضه زي ما بيقولوا كده. ميدو قرينا عن تعاقد، ثم قرينا على انتهاء تعاقد، ثم قرينا على شكر، وانا عارف ان يعني انت العلاقه مع ميدو علاقه جيده جدا. ايه الموضوع اصلا؟ لا مفيش موضوع، كان حصل يعني كان في فتره كان فعلا اتفقنا مع ميدو كنا هنعمل دور، انما في حصل متغيرات داخليه وميدو اعتذر عن استكمال المهمه، وبنستمر الحقيقه على احسن علاقه ممكنه. ميدو يعني مش محتاج يعني اتكلم عليه طبعا، لان مفيش الحقيقه ناس كتير من في الامكانيات بتاعت ميدو، مش كلاعب بقى بعد الكوره، ميدو راجل مطلع ومدرك كل حاجه وعنده حضور وذكي، واعتقد ان هو في اي حته في الكوره بكل جوانبها عايز ان هو يخش فيها هيقدر ينجح فيها، وهو الحقيقه ناجح جدا دلوقتي في الدور بتاعه كاعلامي ناجح جدا، وفي كل حته كان موجود فيها ناجح جدا. هو ميدو كان متحدث رسمي للنادي؟ ميدو في الفتره كان موجود فيها كان متحدث رسمي، ايوه. بعض الاشاعات طلعت ان هو الاعاق الموضوع ده خلاف مع كابتن احمد فتحي، ولا دي اشاعه؟ لا دي اشاعات، احنا مش بنلتفت للاشاعات ومش بنتكلم فيها. توقعاتك الشخصيه مش بتوقعاتك كمسؤول، يعني الدوري المصري هيوصل لصفاره الحكم في اخر مباراه عشان يحسم، ولا ممكن يحسم بدري بغض النظر بقى مين اللي هيحسمه؟ يعني من الواحد شايفه من الفرقه كلها الموسم ده الطبيعي ان الموسم يحسم مع النهايه، الجوله الاخيره، الجوله اللي قبل الاخيره، ما شكلوش الموسم اللي هيكون سهل على اي حد، لان الحقيقه الفرق السنه دي اقوى بكتير جدا من السنين اللي فاتت، في ناس كتير اتعلمت، ناس كتير عملت تدعيمات صح، دي حاجه كويسه للدوري، واتمنى فعلا الدوري تفضل منافسه فيه مستمره لغايه الاخر. اخر سؤال هسأله لك، وانت رئيس نادي وقاعد بتتفرج على فرقتك اصعب، ولا وانت مشجع قاعد بتتفرج على فرقتك اصعب؟ انت كنت موجود في المدرجات في الحالتين. لا وانت رئيس نادي. وانت رئيس نادي ليه؟ لان وانت رئيس نادي مطلوب عندك مسؤوليه، عندك حاجات معينه محتاج تبروجكت للنادي بتاعك وللمجموعه، انما وانت مشجع بيكون دورك ان انت تساند بس، صح، وممكن تساند من غير ما تحسب المسؤوليه اللي موجوده عليك، لان هي بتكون مسؤوليتك الوحيده هي المسانده. انت كنت مشجع متعصب قوي ولا؟ انا كنت مشجع متحمس. متحمس وتروح كل الماتشات وتقعد؟ كنت اروح كل الماتشات. وتقعد بقى مقصوره وتقعد مثلا في الثالثه؟ قعدت في الاثنين كتير، في المقصوره وفي الثالثه شمال. ايوه ممدوح شرفتني ونورتني. شكرا، ربنا يخليك، شرفتنا يا سيف. تشرف بوجودك، واتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق مع بيراميدز، وكل التوفيق كمان في مشاريعك المجتمعيه، لان دي نقطه الحقيقه يعني بتفرق معانا بشكل كبير جدا، لان النقطه بنبني عليها، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما انت قلت وانا قلت وكلنا بنتمنى ان تكون تجربه بيراميدز دي تجربه تتحقق كتير جدا في الدوري المصري عشان نشوف كوره مختلفه ان شاء الله. ميرسي يا سيف، ربنا يخليك. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بشكره شكرا جزيلا، بتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق، وزي ما قلنا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان تجربه بيراميدز تبقى نادي واثنين وثلاثه واربعه، لان دي هتفرق بشكل كبير جدا في صناعه كره القدم في مصر. اشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.